طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في نشاط جديد في العام الجديد 2022 لمجموعة الباحثين السودانيين. أنا أنور فتح الرحمن أحمد دفع الله، مؤسس المجموعة، يوم 28/12/2009، يعني 12 سنة اشتغلت فيها، والآن تركت مقعد القيادة لفريق جديد برؤية جديدة، وديل من الشباب الموجودين في الريستراكشرينج أو ترانزيشن تيم. وموجود هنا برضو بروفيسور عبد الباسط مريود، برضو من الفريق بتاع إعادة الهيكلة. وكل الكلام ده بيتم تحت قيادة جديدة شابة من الكنداكات، الدكتورة نعمة الفاتح حامر، ومعها مجموع كبير جدا كذلك. يعني نيابة عن مجلس إدارة مؤسسة الباحثين السودانيين، لكل الناس الموجودين فيه وكل الناس اللي اشتغلوا في أنشطة مختلفة، بروفيسور الصادق في المنتدى الاقتصادي، وبروفيسور مريود في ورش البحث العلمي، وسلمى واحمد داود في انشطه كثيره مختلفه، ودكتور اميره وكده. فمرحب بكم جميعا. ده المجتمع بتاعنا اللي بنلقى فيه راحتنا، بنلقى فيه نفسنا كاساتذه وكباحثين، وبنامل ونتطلع منه ان شاء الله بلدنا تكون في حاله افضل. نسال الله الرحمه والقبول للشهداء، شهداء الثوره السودانيه من استغلال السودان وحتى تاريخ اليوم، وربنا يولي من يصلح حال بلدنا ان شاء الله. ونحن بنتمنى انه التقرير ده يكون واحده من حاجات كثيره، يعني تجي بفضل جهودكم. التقرير الفريق بتاعه الحالي فريق صغير ما كبير، كلنا 6 انفار، في ناس كان معانا في البدايه وطلعوا، وفي ناس ما كانوا معانا في البدايه ودخلوا، لكن نتمنى انه في التقارير الجايه انكم كلكم تكونوا موجودين ومساهمين. احنا طبعا متعودين في الباحثين السودانيين كانيشيتيف، يعني بناخذ المبادرات، بناخذ الخطوه الاولى، متعودين على الزول بيشتغل شغل، يعني لما يطلع ما بيكون هو الحاجه اللي بيتمناها، لكن دي الحاجه اللي قدر عليها، جيفن انه احنا بنكون فاندد ولا بنكون يعني سبورتد ولا عندنا اي انستتيوشنال سبورت. فبالتالي بتكون الحياه المخرجات بتاعتنا هي افضل ما يمكن بالحاجه بالامكانيات بتاعتنا. بيحصل في كثير من الاحيان بيجينا نقد علمي رصين وممتاز ومميز، لكن كان ممكن يكون اخف لو الناس شاركت، يعني شاركت في انشاء الموضوع واخراج العمل نفسه بدل من نقد العمل يعني. فاحنا بنتمنى انه العمل اللي هنعرضه عليكم جزء منه هو اللي ليس الاطلاق الرسمي، وانما الاطلاق ان شاء الله هيكون الاسبوع الجاي بعد اكتمال كل الحاجات. معي من فريق العمل اللي هي الاستاذه سلمى صديق الطيب، هي المنسقه الرئيسيه بتاعت المشروع. ونحن اخواننا نوريكم الطريقه اللي بنعمل بها في الباحثين السودانيين، ان احنا وي انوفيت، بنقول انه والله في موضوع محدد دايرين نشتغل فيه، في زول بيجيب الفكره بيقول والله يا اخي ايه رايكم نعمل لنا مثلا ونس على دروب النجاح، ايه رايكم نعمل لنا ورش بتاعت بحث علمي، ايه رايكم نعمل لنا مجله للباحثين السودانيين. الفكره بتطلع وبعد ذاك كل الناس بتلتف حوالينا وبتبقى فريق بتاع عمل. القياده عندنا افقيه، دي الكلتشر اللي اتبنت على الباحثين السودانيين، لذلك بتلقى كل زول انفستد فيها كليدر، ما في زول سول ليدر، زول واحد بس، كلنا ليدرز بنشتغل ديل. فاي واحد فيكم عنده فكره، عنده مشروع، برضه ممكن يطرحها على الناس والناس كلها تبقى فريق عمل. فسلمى تولت التنسيق، وبالتالي هي كان الليدر بتاع اللي هو تقرير حاله البحث العلمي او واقع البحث العلمي في السودان لحد العام 2020، وممكن هي تدي اوفر فيو. هتعملي شير الفايل من عندك يا استاذه سلمى؟ مرحبا، اهلا يا دكتور انور. يا ريت لو تعمل شير من عندك، بس عندي تكنيكال ايشو صغيره. ما في مشكله. تمام. ف استاذه سلمى طبعا اخواننا اسمه عبد الرحمن احمد ضفع الله، مهندس كمبيوتر باي تريننج، ماجستير دكتوراه في علوم الحاسب الالي من كوريا الجنوبيه، اشتغلت استاذ مساعد وباحث في عدد من المؤسسات داخل وخارج السودان، ويعني هو شغال مع الباحثين السودانيين كمؤسس وكليدر سابق وكعضو فاعل متطوع في الفريق الحالي في المستقبل ان شاء الله، كما اتمنى انه كل الناس تكون يعني عندها الروح دي بتاعت العطاء وكده. فانا هعمل شير للفايل من هنا، وان شاء الله استاذه سلمى هتعمل اوفر فيو ان شاء الله. ونحن بنتمنى انه التقرير ده كل الناس تكون يعني عندها الروح دي بتاعتها. تمام. فبسم الله ان شاء الله نبدا.
اعمل شير بس اوري الكابشن بتاع ال ده الكابشن بتاع الحاجة الليلة. المتحدثين الأربعة موجودين حاليا: أنور، أستاذ سلمى، مهندس أحمد داود، ودكتور أمير محمد علي اللي هي سعيدنا وبوركنا زي ما بيقولوا بوجوده، في عضو فاعل في الفريق. في دكتور إياس وأستاذة فاطمة، دول ما موجودين، إن شاء الله هيكونوا موجودين معنا الأسبوع الجاي. فنبدأ بسم الله، هنبدأ نستعرض الملف. ما في حاجة طبعا مكتملة في البحث العلمي، نقول إنه والله أي حاجة عملناها يعني ليست شاملة وليست نهائية. دي الحاجة الوحيدة أظن اللي بنلقاها في القرآن، يعني إنه ذلك الكتاب لا ريب فيه، لكن عملنا ده إن شاء الله لو بقى حاجة مكتملة ينال رضا الجميع ويساهموا فيه وإنه يخلوه أفضل. لو ناقص فهو ده جهدنا اللي قدرنا عليه يعني. فأستاذ سلمى تفضلي. بالضبط كده يا دكتور، هي الصعوبة بتجي أو التشالنجينج بيجي من البداية، إنه الواحد يأسس للحاجة، فعشان كده بيكون في some challenges of difficulties شوية، وأساسا الواحد يعني ما بيكون عارف الواحد يبدأ كيف. لكن once إنه الموضوع ده بدأ وياهو أطلقنا التقرير النسخة الأولى، بالتالي نحن هنكون عارفين النسخة الثانية هي محتاجة شنو، الثغرات اللي نحن هنسدها، واكزاكتلي المعلومات اللي نحن عاوزين نتحصل عليها هي شنو. فدي يعني سهلت علينا المهمة جدا. بداية مشروع تقرير البحث، بداية مشروع واقع البحث عمل الميت يا دكتورة، عمل الميت يا دكتورة. أنا عملت ميوت للجميع، والآن بس يعني بإمكان المتحدثين أن يتكلموا لحد ما نفتح لاحقاً المجال للأسئلة والأجوبة والمداخلات بتاع الزملاء. تفضلي يا سلمى، عملي أم ميوت، تفضلي. تمام. بداية، واقع البحث العلمي في السودان، الهدف من التقرير ده اللي هو كامن في سؤال في كامن في العنوان نفسه بتاع المشروع، اللي هو عاوزين نجاوب عبر هذا التقرير عن سؤال: ما هو واقع البحث العلمي في السودان؟ لو ما نحن عرفنا، طبعا كل واحد بيكون عنده معلومة في رأسه، المؤسسات البحثية برضه عندها معلومات عن الواقع في المؤسسة نفسها، لكن كأوفر فيو عام، كلمحة عامة عن واقع البحث العلمي في السودان، حاجة ما موجودة. فنحن عبر هذا التقرير بنحاول طبعا to do our best نجاوب على السؤال ده. طيب، إجابة على السؤال بيكون عندنا طبعا كم محاور أو كم معايير نحن بنحددها على أساس نوصف بها واقع البحث العلمي. ففي التقرير ده أو في المشروع أو نقول في النسخة الأولى، قررنا إنه نحن نجاوب على السؤال على عبر محاور معينة. المحور الأول، أول حاجة الأولى، إن نحن نعرض الاستراتيجية بتاع السياسات واستراتيجية وزارة التعليم العالي اللي هي المنوطة أو هي الجهة العليا المنوطة بالبحث العلمي في السودان. استراتيجية شنو والأولويات المطلوبة للبحث العلمي، دي الحاجة الأولى. الموضوع الثاني اللي هو واقع البحث العلمي من عبر فيو انترناشونال، يعني من برا، يعني في القواعد البيانات العالمية شايفة أو محددة أو راصدة البحث العلمي في السودان لياتو درجة، أو هو موقع وين من الإعراب يعني في العالم، موقع وين في العالم اللي هو واقع البحث العلمي في السودان حسب قواعد بيانات عالمية. نجي للحاجة الأخيرة، وهي طبعاً دي ما الحاجة الأخيرة، لكن دي الحاجة اللي حالياً حصلنا عليها في هذا التقرير، اللي هو واقع البحث العلمي كما يدركه الباحث السوداني. طبعاً واقع البحث العلمي ما نحن مفترض نشوف من كل النواحي، يعني المؤسسات هي شايفة التحديات وشايفة المشاكل بتاعت البحث العلمي عاملة كيف، في نفس الوقت الباحث ذاته، الباحث السوداني ألف المؤسسات دي الموجود في السودان، هو برضو شايف التحديات والمشاكل بتاعت البحث العلمي في السودان، أو هو شايف يعني واقع البحث العلمي في السودان عامل كيف، وده اللي حاولنا نرصده في هذا التقرير. نمشي تحت شوية يا دكتور، اللي هو حنعرض
بالتالي التقرير ده بيحتوي على موجز استراتيجية البحث العلمي، موجز استراتيجية للبحث العلمي في السودان طالعة من وزارة التعليم العالي من سنة 2020 لحد سنة 2030، وواقع البحث العلمي في السودان حسب قواعد بيانات عالمية، يعني specifically على حسب سكوبس، وواقع البحث العلمي كما يدركه البحث السوداني، هو عملنا كم استبيان، وبعد ذاك حصل analysis للديتا دي وطلعنا به الناتج بتاع ما هو واقع البحث العلمي كما يدركه البحث السوداني. فتقريبا ال 30 صفحة الأولى هي بتتكلم عن موجز الاستراتيجية دي، تحصلنا عليها من موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. باشمهندس أحمد حيمشي في الحتة دي مش كده؟ بالضبط كده، يا ليت. طيب باشمهندس ممكن تدي لمحة كده عن الاستراتيجية بتاعت التعليم العالي والبحث العلمي؟ اوكي، حسب الوزارة. أشير اللي عندي ولا؟ ممكن تشير من عندك. نعم. اوكي. نرحب بالجميع المنضمين حديثا، بروفيسور نمير ودكتور شاهيناز، نرحب بكم جميعا. شير ظاهر؟ واضح. ايوه اوكي. طبعا انا هواصل مع حسابات الدكتور سلمى ودكتور انور. هو زي ما ذكرنا احنا الواقع البحث العلمي، عاوزين نشوف السودان الان وين في البحث العلمي، حتى اكيد طبعا كل مره حيكون في اضافات، في زيادات، في كثير جدا في البحث التقرير، انه حيكون تقرير دوري ان شاء الله. نتمنى انه طبعا احنا الباحثين السودانيين نطلق كل سنه يكون عندنا زي ما يقولوا التزام، مش التزام التزام يعني، يكون اليه نقدر نعمل ايفالويشن واسسمنت لواقع البحث العلمي السوداني ان شاء الله. هسه انا هتكلم عن البحث العلمي، الموجز استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في السودان اللي كان موضوعوها في 2020، كان تم مناقشة وإجازة استراتيجية للتعليم العالي في يوم 2020، كان بالضبط في شهر 5 2020، كان مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتمدت على الوثيقة على الاستراتيجية على الوثيقة سياسات التعليم العالي والبحث العلمي اللي تم إعدادها في أبريل 2020 بالتعاون مع البنك الدولي. أنا هتكلم أوفر فيو عن الاستراتيجية، هبدأ من الخلاصة الاستطلاع الاستراتيجية شنو، بعدين أجي للأهداف وأجي لرؤيتهم. أول كانت خلاصة، كان استطلاع ضعف التحصيل العلمي بالبلاد وتدني الأعداد الملتحقة بمؤسسة التعليم العالي في الفئات العمرية المستهدفة. أنا هذكرهم بشكل سريع جدا لأنه إن شاء الله في الانطلاق اللانش بتاع التقرير حتتم ذكرهم كلهم بالتفصيل. ضعف الموارد المتاحة للتعليم العالي وعدم تناسبها مع أعداد الطلاب، عدم توفير معينات التدريس لو لسه يتم الاعتماد على الطريقه التقليديه في التدريس، غياب مقاييس ومعايير الجوده على المستوى المؤسسي البرامجي او عدم تفاعله، عدم ملائمه البرامج الاكاديميه لحاجه سوق العمل، ضعف مجالس المؤسسات وعدم فعاليتها مما اضعف الحوكمه واستقلاليه المؤسسات ومرونه التيسير والتخطيط الجيد، ضعف تفاعل المؤسسات مع مجتمعاتها ومساهماتها في البرامج التنمية المحلية وعدم تميز المؤسسات سوء توزيعها الجغرافي. أخيراً ضعف مخرجات البحث العلمي خاصة في مجال التجديد والابتكار وإيجاد مؤسسات ذات القيمة المضافة العالية. دي كانت الخلاصة بالنسبة للاستراتيجية 2020-2030، كانت خلاصة بتاعتها. طبعاً ارتكز الخلاصة على الوثيقة اللي طلعت في إبريل بين التعاون بين وزارة التعليم العالي والبنك الدولي. هنا حنتكلم عن رؤية القطاع التعليمي في الوثيقة ذاتها. أول حاجة كان تطوير منظومة تعليم عالي وبحث علمي قادر على إنتاج المعرفة والعلوم والتقانة، وأن يكون الطالب هو محور الأنشطة منظومة التعليم العالي، أن تحقق المنظومة أهدافها في بيئة جامعية متكاملة تضامن وفقا للمعايير العالمية، تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تستجيب لمتطلبات سوق العمل والمجتمع، أن تتوفر للمنظومة الموارد تطوير مستويات مخرجات باستمرار واستدامة، تكون مؤسسات مستقلة متفاعلة مع المجتمع المحلي والقومي
منفتحة مع إقليميا وعالميا، أن تكون منظومة جيدة الحوكم والمساءلة، تنشد الجودة في مخرجاتها، وتعمل باستمرار توظيف التقانة الحديثة في كافة أنشطتها لتحقيق التميز وتحفيز الابتكار والمساهمة. فدي كانت الرؤية بتاعت القطاع التعليمي في الاستراتيجية، دي المفروض إن شاء الله تكون الأهداف الستة دي أو الرؤية في 2030 لازم تكون الوزارة قدرت تورينا فيها هل وصلوا لها ولا لسه، لأنه هيكون في أكيد في شنو رصد لها. طبعاً ذكروا التحديات اللي ذكروها في الاستراتيجية، أنه بشكل عام أنه بعد الثورة المجيدة في ديسمبر المجيد، طبعاً أكيد عندنا زي كل المؤسسات الدولة فيها ضعف، فإذا في القطاع التعليمي في وزارة التعليم العالي كان في ضعف كبير جداً، ومحتاج زي ما يقولوا بناء من جديد وتقويم، لأنه إحنا تأخرنا فترة طويلة جداً في التقنيات الحديثة والتعليم. الآن أصبح بجائحة كورونا زي ما بقولوا كشفت كل العالم، أصبحت الجامعة المستعدة فقط هي انطلقت، وبيجي جزء من التحديات أنه يتم فيها المعالجة الجذرية لعملية التعليم العالي. الأهداف الأساسية اللي كانت الخطة الاستراتيجية للوزارة هي تحقيق منظومة التعليم العالي والبحث العلمي أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، تحقيق الملامة وتوفير التعليم العالي على المستوى القومي، استخدام الموارد المحدودة المتاحة بكفاءة وفعالية، وتحقيق المساءلة في إنفاق الأموال العامة، وأخيرا تحسين جودة البرامج الأكاديمية وكذلك التعليم والبحث ونقل التغانة وتوطينها في كل مكونات القطاع ملامتها لسوق العمل. دي كانت أهداف الاستراتيجية، وكان الإطار الاستراتيجية غطت 5 إطار محاور أساسية. كان أول محور هو تعزيز المساواة في الالتحاق وتحت فرصة النجاح العادلة لجميع المواطنين الذين يسعون إلى اكتساب، يعني هي المساواة في الالتحاق، تلبية احتياجات التنمية بالبلاد من خلال برامج تعليم وتعلم، برامج بحث علمي جيدة، ودعم السلام والديمقراطية والثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج التعليمية والممارسات، وآخر إطار المساهمة في النهوض بجميع أشكال المعرفة والدراسات بشكل خاص، معالجة مشاكل السلام والتنمية وتنوع تلبية حياة المجتمعات المحلية والولائية والقومية والتمسك بمعايير صارمة للجودة الأكاديمية. كانت المحاور الخطة الاستراتيجية شملت في 5 محاور أساسية، وكل محور ذكروا فيه الغايات وأهدافه وكل التفاصيل. أنا بس حذكر أسامي المحاور وهيتم مناقشتها بشكل مستفيض في إن شاء الله في الفترة القادمة: زيادة الالتحاق والعدالة، التمايز والتنوع المؤسسي، ضمان الجودة والملائمة، الإصلاح المؤسسي واستدامة التمويل، تعزيز قدرات البحث العلمي ونقل التغانة. أنا يا دكتور حكون لي هنا. طيب جميل جدا، شكرا جزيلا باشمهندس أحمد. بروفيسور نمر عثمان البشير، ومعه بروفيسور محمد الواتر سعيد، وهو بروفيسور نمر هو رئيس مجلس جامعة الإمام المهدي، ومعه بروفيسور محمد الواثق سعيد مرغني رئيس مجلس جامعة دنقلة، وبروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه مدير جامعة الخرطوم، قدموا مذكرة لوزير وزير التعليم العالي لبروفيسور انتصار صغيرون بتاريخ 28 سبتمبر 2020، وكان دي رؤية تقييمية لاستراتيجية الوزارة اللي هي 2020-2030. هنقرأ منها هنا مقتبسات اللي هو ردا على الـ على الـ على الاستراتيجية اللي هي اللي طلعت، ولاحقا يعني أسي الخطاب قدامي هنا ده ممكن نوريكم ليه، بس يعني هنستعرض زي ما بقول التقرير بتاعنا بسرعة، لكن هنجي راجعين للحتة دي ونوري الملخص والكونكلوجن بتاعتهم، الخلاصة بتاعتهم في ردهم على موضوع الاستراتيجية. فحنمشي في البرنامج بتاعنا، المتحدث التالي اللي هو دكتورة أميرة، مش كده؟ أستاذة سلمى؟ نعم. طيب يا ريت دكتورة أميرة محمد علي تطلعين بس على نتائج أو لمحة عامة لواقع البحث العلمي كما يدركه الباحث السوداني، وكيف تم تحليل يعني كيف تم التحليل والبروسيس بتاعت البيانات من الاستبانة. طيب بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد
على آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام، ونتمنى أنكم تكونوا معنا في واقع البحث العلمي في السودان. جزئية دكتور أمير، يا ريت تعرفي نفسك برضو. معكم دكتورة أميرة محمد علي أحمد، جامعة السودان، كلية التربية، أستاذ مشارك في مجال تخصص الإدارة التربوية. إن شاء الله يعني الحديث عن البحث العلمي وواقعه ومعوقاته يعني من الأمور الأساسية في حياة المجتمعات، لأنه لا تقدم ولا تطور ولا جودة ولا حياة ولا استقرار إلا من خلال البحث العلمي. ليه؟ لأنه البحث العلمي أساساً هو بيعمل على حل مشكلات المجتمع في مختلف مناحي الحياة. فالوقوف على البحث العلمي في السودان كما أشار له التقرير الخاص بالبحث العلمي في السودان كان عنده واقعين. الواقع الأول اللي هو الخاص موقع السودان عالمياً من خلال قواعد البيانات، من خلال النشر، من خلال المجلات العلمية، من خلال البحوث، من خلال نوع عام، من خلال اللي بتقدمه، من خلال المجالات والتخصص. الآن إن شاء الله نتناول لمحة بسيطة أو عرض بسيط عن واقع البحث العلمي كما يدركه الباحث، كما يدركه الباحث السوداني، بمعنى إنه دايرين نحن نتعرف على واقع البحث العلمي حقيقة من خلال إشراك الباحثين السودانيين والولوج إليهم وأخذ آرائهم، وكان ده من خلال تصميم أداة لجمع المعلومات. فبالتالي تم تصميم الأداة وهي كانت الاستبانة. منهجنا كان منهج وصفي تحليلي، ويتكون لنا مجتمعنا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية والعاملين بمركز البحث العلمي والمهتمين بالبحث العلمي من خلال طلاب الدكتوراه والماجستير. فكانت هنالك يعني عين لا بأس بها منقول، فكانت عينة البأس يعني هي عشوائية. تم الاتصال بهم عبر عملنا استقصاءهم حول خصائصهم وحول تصنيفاتهم وحول آرائهم، وده يعني حسب ما كان هو متاح لفريق البحث. فتم إرسال الاستمارة أو الاستبانة لهم إلكترونيا، فكان هم عددهم يعني 224، كان 116 ذكر و108 أنثى، وده إشارة جيدة لواقع البحث العلمي في السودان في تقارب ما بين الذكور والإناث. أيضا كان أخذنا المؤهل العلمي من ناحية البكالوريوس ومن ناحية الماجستير والدكتورة، وأيضا كانت هنالك الدرجة الوظيفية من حيث طلاب ماجستير دكتورة ومساعدين تدريس أو الأستاذ المساعد أو المشترك أو الأستاذ، ومن خلال الباحث والباحث المساعد وباحث مشارك. فكانت هي العينة اللي هي تم إرسال الاستبانة لها عبر الرابط الإلكتروني ومن خلال الجامعات ومن خلال الأساتذة الموجودين في الجروبات المختلفة. تم الاتصال بهم أيضا في المراكز البحثية، ودي أيضا بتدل لنا إنه النسبة بتاعتهم كانت يعني لا بأس بها من خلال المشاركة. وأيضا نحن كان العمل من حيث توزيع جهة العمل في جامعات، في مراكز بحثية، في مناطق أخرى من حيث العمل. فبنجد إنه الأداة حقتنا زي ما وضحنا هي كانت الاستبانة، ونحن استعملناها ليه؟ لأن هي كانت متاحة من خلال التصميم بتاع جوجل، وهي كانت يعني في سهولة في تطبيقها وسهولة في صياغة عباراته، وبتوفر وقت للفريق البحث بتحت المستجيب إنه فرصة يفكر لنا. فهنا في نوع من الحرية في التعبير عن الآراء، وتم تصميم الاستبانة وتم توزيعها،
وهي تكونت هذه الاستبانة من قسمين. القسم الأول فيه البيانات الأساسية كما أسلفت من خلال النوع المؤهل للدرجة الوظيفية وجهة العمل، والقسم الثاني اللي هو نحن صممنا الاستبانة على درجة ليكارت الخماسي اللي هي كانت المحاور، هي عبارة عن 6 محاور. المحور الأول تحدثنا عن المعوقات الخاصة بالمعوقات المعرفية، والمحور الثاني معوقات نفسية، والمحور الثالث معوقات اجتماعية، والمحور الرابع المعوقات الإدارية، والمحور الخامس معوقات مالية. أيضا المحور السادس كانت فيه إشارة إلى معوقات متعلقة بالمؤسسات البحثية. تم قياس صدق وثبات الاستبانة وأدتنا نفس النتائج، وتم عرضها على المحكمين من خلال الوضوح والصياغة وسلامة اللغة، ونحن أخذنا بالآراء وملاحظات وأجرينا بعض التعديلات، وعملنا قياس ثبات الصدق والثبات والتحقق من صلاحية الاستبانة، وعملنا نوع من العين العشوائية، وأصبح إنه التحقق من صلاحية الاستبانة إنها قابلة للتطبيق. وأخذنا بعد ذلك إنه أخذت المحاور والصدق والثبات اللي هو أصبح ما بين 93 إلى 96، بالتالي ده هو مستوى قبول معاملة ثبات للتطبيق، أصبح هي شنو صالحة. بالتالي تم تطبيق الاستبانة وتحقيق بعد الحصول على أستاذة في الجامعات هنا المختلفة، وعرفناهم بالبحث وشرحنا لهم الإجراءات، وأرسلنا الرابط الإلكتروني لتعبئة الاستبانة ورجعت الاستبانات المكتملة والصالحة للتحليل اللي هي بلغت 224 استبانة، وفرغنا محتوياتها وحولنا المتغيرات إلى أرقام عشان نسهل عملية التحليل، وتم تصحيح الاعتماد على مقياس ليكارت الخماسي كما وضحنا في الأول، وتم تحليل المعلومات باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SBS الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية، ثم طبقت على مجموعة من الأساليب الأشكال البيانية كده والتكرارية وسط حسابي انحراف نسب مئوية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا دكتورة أميرة على العرض والتوضيح لطريقة التحليل وطريقة الأناليسيس اللي تم للاستبانات اللي من عبرها أو من خلالها عرفنا واقع يعني التحديات والبحث العلمي يعني التحديات والمشاكل اللي شايفها الباحث السوداني عن الموضوع ده. شكرا جزيلا لك دكتورة أميرة. الله أنا حقيقة بس عاوز أعرض طبعا دي حاجة كانت مفترض نعرضها من البداية اللي هي الأهداف والمخرجات المتوقعة من المشروع ككل، يعني ما بالضرورة يعني حنحقق كل الأهداف في التقرير ده في النسخة دي، ولكن عموما يعني الأهداف العامة للمشروع ككل في كل نسخه إن شاء الله القادمة. عاوز أعرض معاكم الأهداف والمخرجات المتوقعة بنهاية يعني في كل تقرير، فحشير معاكم in a moment. جميل، أعتقد أن كل الأهداف حاليا واضحة. بالنسبة للأهداف العامة للمشروع زي ما قلت لكم من البداية السؤال الأول
أو السؤال الوحيد للمشروع ده، أو يعني السؤال هو ما هو واقع البحث العلمي في السودان، وعبر التقرير نحن عاوزين نحاول نجيب على هذا السؤال. طيب كيف هنجيب على السؤال ده؟ ما ممكن الوصف، ممكن الواحد يوصفه بكم معيار، أو يعني كل واحد بمنهج نظره هيقدر يوصف الحاجة المعينة دي. فنحن عاوز نوصف المشروع عبر معايير أو نقاط محددة. في البداية عاوزين نعمل تقييم للوضع الحالي لبيئة البحث العلمي وإنجازات منظومة البحث العلمي، وبرضو المقومات والتحديات اللي بتواجه الناتج العلمي للمؤسسات البحثية، والشراكة برضو عاوزين نعرف لتدرج في شراكة بين المؤسسات البحثية في حد ذاتها، وبرضو القطاعات، يعني الشراكة ما بين المؤسسات البحثية مع بعض، وبرضها شراكات مع المؤسسات أو القطاعات العامة والخاصة. مؤهلات وتحديات الطلاب اللي هم طبعاً الباحثين في المستقبل، والبحوث المنشورة. البحوث المنشورة عند في السودان ككل وفي كل مؤسسة، سواء كانت جامعات، سواء كانت مؤسسات بحثية مختلفة، أو برضو الوحدات البحثية في القطاعات العامة والخاصة، والمنح البحثية التي تم الحصول عليها، وتأثير المؤسسات البحثية في عملية الـ Sustainable Development، وبرضو تصنيف الجامعات. طبعاً كلنا مر علينا من فترة تصنيف الجامعات، وإنه يعني في جامعات يعني في التصنيف اللي طلع في السنة، في بداية السنة. فنحن عاوزين يعني الهدف من هذا المشروع إنه نحن نصنف، برضو نعمل تصنيف، هنعمل معايير إنه نصنف بها الجامعات، لكن ما على أساس معايير تانية على حسب التصانيف العالمية اللي هي بتأخذها في الاعتبار. نحن عاوزين نقيم أو نصنف الجامعات السودانية على حسب منتوجها العلمي، على حسب يعني التوجه بس في منتوجها العلمي أو الببليكيشن وال وإنتاج يعني إنتاج المعرفة. أخيراً عاوزين برضو نقارن بين الجامعات الحكومية والخاصة، وزي ما ذكرنا عاوزين نقارن بيناته فيما يختص بالبحث العلمي. بالتالي المخرجات المتوقعة للمشروع اللي هو نحن حنكون عملنا تقييم كمي لحالة البحث العلمي في الجامعات طبعاً والمؤسسات البحثية المختلفة، وتقييم كمي ونوعي لتحديات البحث العلمي في السودان، شنو التحديات وكيف نحن يعني نحدد إنه دي والله تحديات، وبرضو للمستقبل برضو حنشوف إنه كيف نحن نتغلب على التحديات دي. لكن طبعا الواحد ما حيقدر يعالج العرض لو ما عرفنا إنه ده فعلا عرض أو ده سبب المشكلة أو دي التحديات اللي نحن بتواجهنا. تحديد الأسباب الرئيسية، طبعا تدهور البحث العلمي دي نتيجة جات بعد ما نحن عرفنا أو يعني قرأنا استقرأنا الناتج اللي جاء من ما يراه الباحث السوداني. يعني تدهور البحث العلمي جات نتيجة لأنه الباحثين السودانيين أو نحن النتائج اللي طلعت من الاستبانة اللي نحن دينا اليوم أنه في تدهور في البحث العلمي. طيب نحدد أسبابه اللي قدام، يعني في البداية نحدد هل فعلا في تدهور البحث العلمي في السودان. الإجابة كانت نعم عبر النتائج اللي كانت في الاستبانات. بعد ذلك هنحدد الأسباب الرئيسية لتدهوره هي شنو. أخيرا وليس آخر هو توصيات دقيقة ومقترح لخارطة لطريق الالتقاء بالبحث العلمي في السودان. يعني بعد ذلك، بعد ما نحن صنفنا الجامعات وعلى حسب طبعا البحث العلمي، بعد ذلك نشوف نعمل توصيات دقيقة ومقترح أكيد من خبراء، وحنعرض المخرجات وحنخرج ونعرض النتائج دي على مختصين، وبعد ذلك نطلع بتوصيات دقيقة و straight forward لكيف نحن ننهض بالبحث العلمي في السودان. تقريبا ده برضو ياهو بس مختصر للمخرجات والأهداف نحن متوقعين نحن نطلع بها ما حقول بانتهاء هذا المشروع، لأنه هي حاجة زي ما قلنا هي دورية، لكن نقول بانتهاء كل تقرير أو كل نسخة تقرير. وشكرا.
شكرا دكتور سلمى، وده يعني بيسهر لنا يعني جليا في أهدافنا اللي هو الواقع من خلال قواعد البيانات كما سلفنا، والواقع من خلال وجهة نظر العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات اللي هي عينة الدراسة اللي هي بتوضح إنه حقيقة الواقع من خلال الممارسة الفعلية ومن خلال الوجود الفعلي، من خلال المؤشرات، من خلال كثير يعني من الواقع اللي حبينا نعمل له قياس، وهو ده دليل اللي بيوضح لنا الاتجاه نحو البحث العلمي وتطويره والاهتمام به، لأنه لابد أن تكون في نوع من شنو يعني البحث العلمي كضرورة يعني أساسية عشان نطور الحياة البشرية. بالتالي بدينا بهذين السؤالين الخاصين بواقعه من ناحية النشر، من ناحية قاعدة البيانات مقارنة بالدول الأخرى نحن وين، ومقارنة من وجهة نظر العاملين. وشكرا. شكرا جزيلا دكتور عميرة. احنا طبعا في الشغل بتاع الاناليسيس بتاعنا اللي هو مبني على الاستبانه كان في 7 محاور ركز عليها الاسئله. ممكن تتكلم يا دكتوره اميره؟ ايوه، كان عندنا محاور اللي هي نحن دايرين نغز بيها حقيقه الواقع، وكان عندنا المحور الاول اللي هو فيه المحور الخاص بالمعوق المعرفي، هل في معوقات معرفيه؟ وده كانت عباراته 7، وكانت النسبة بتاعت الصدق عالية بتاعته اللي هو 93. وكانت هنالك أيضا المحور الثاني اللي هو معوقات نفسية اللي هي خاصة بحالة الباحثين والضغوط اللي بتواجههم، على الرغم من إنه في نوع من الجهد المبذول في البحث، لكن ما زالت النتائج حقته بسيطة أو يعني بعيدة. فنحن برضو دارين كنا نقف على هذا الجانب، وده استغلاله لنا هذا المحور اللي هو إنه في معوقات كثيرة نفسية بتخلي إنه الباحثين هم ما قادرين يعني يسهروا بهذه البحوث ويقدروا يخلوها لنا يعني تكون على مستوى، نحن نقول منافسة على مستوى الدول الأخرى مقارنة بها. وأيضا كان عندنا المحور الثالث اللي هو عندنا في معوقات اجتماعية اللي هي خاصة بالباحث وخاصة ببيئة العمل وخاصة بكثير من الأمور اللي هي ثقافة المجتمع، نظرته للبحث العلمي، نظرته للباحثين، نظرته لنتائج البحث العلمي، نظرته لمدى فهمهم، لأنه المجتمعات دائما بتتقدم من خلال البحث العلمي وليس من خلال امتلاك الموارد فقط، لأن هذه الموارد اللي بيطوروها هم القائمين على البحث العلمي من خلال البحث في المشكلات. وده كله أيضا بيظهر لنا من خلال أهمية الدولة وسياستها في مجال البحث العلمي. أيضا عندنا معوقات إدارية القائمين على أمر العملية الإدارية، سواء كان في المراكز، سواء كان في الجامعات، هنالك كثير من العراقيل، هنالك كثير من المشاكل، هنالك كثير من البيروقراطية، هنالك كثير من الإجراءات الروتينية اللي هي ما بتخلي إنه الناس تستطيع إنها تعمل على عرض أو تتجاوز هذه المشاكل بالنسبة لهذه الإجراءات. كل هذه المحاور بنجد إنها كانت يعني مجتمعة بتعمل على إنه يكون في نوع من شنو، من إننا لازم أن نقف على الواقع. أيضا كان محورنا الخامس اللي هو في محور المعوقات المالية، وأيضا ده كان برضو نسبته مرتفعة جدا وصدقه اللي هو كان 93. كل الباحثين أكدوا إنه أساس مشكلة البحث العلمي هي الإنفاق، ونحن بنعرف إنه ما تنفق الدولة يعني أنا ذكرته إنها زيرو في مقابل الدول المتقدمة، إسرائيل، أمريكا،
اليابان هذه نسبتهم تتراوح ما بين 40 إلى 50%، وبالتالي ده يعني نسبة كبيرة جدا بتخلي إنه الإنفاق على والتمويل للمشروعات البحثية أو الإنفاق على البحث أو للمبتعثين في مشكلة كبيرة. أيضا عندك المحور السادس اللي هو معوقات متعلقة بالمؤسسات البحثية. يعني لكل مؤسسة بحثية سواء جامعة أو مركز بحثي عندها مجموعة من المعوقات اللي بتخليها إنها ما تقدر إنها تنجز شنو أعماله، فبالتالي ده بيدينا إلى إن يكون في نوع من شنو العرقلة من خلال الإجراءات، من خلال القوانين، من خلال التنفيذ، من خلال عدم الاهتمام، من خلال يعني تخلي الباحثين يعني ما بتهتم لإجراءاتهم، فبالتالي يكون في نوع هنا من المشاكل اللي بتظهر لنا إنه ما بتقدر إنه المؤسسات تنجز عملها وتقوم بدورها. فدي كانت كلها هي معوقات اللي هي عملت على إنه تحد من البحث العلمي وما يظهر لنا دوره، وبالتالي ظهرت هذه المعوقات المرتبة لنا كما شفناها، معوقات معرفية فيها مجموعة من العبارات اللي بتدور عليها. وأيضا عندك في المعوقات النفسية اللي هي الضغوط وعدم الإحساس بأهمية البحوث اللي بيقوموا بها، وأيضا عندك المعوقات الاجتماعية، ما في تواصل، ما في غياب روح تعاون، ما في رغبة في إجراء البحوث المشتركة، لأن كل واحد عنده شنو أهدافه الخاصة وما عنده إيمان بأهمية البحث كما أسلفنا، والثقافة ضعيفة، ثقافة البحث العلمي لتطوير المجتمعات. وأيضا كذلك المعوقات الاجتماعية، التعقيدات زي ما قلنا في نظام الترقيات، في نظام البحوث، في كل هذه الأشياء أدت إلى أن يكون في نوع من عدم الإقبال أو الواقع كما نقول واقع مرير. وهذا الواقع المرير جسدت لنا المعوقات المالية، لأن في ضعف في الميزانية وضعف في العائد من البحوث. يعني البحوث نحن ما بنقول ما عندنا بحوث، نحن عندنا بحوث ممتازة لكن لم تر النور. مكان الأدراك، مكان عدم التنفيذ، وده ذاته بيؤدي إلى أن يكون في نوع من شنو من المشكلات اللي ما بتخلي إنه الناس تتحفز على إنها تقوم بهذا البحث. يقول لك نتيجة بحثك ده شنو؟ نحن تعبنا، نحن عملنا، نحن نشرنا، من الذي ينفذ؟ من الذي يأخذ بأيدينا عشان ترى هذه البحوث النور؟ عشان كده برضو في نوع من المعوقات متعلقة بالمؤسسة اللي هي ما عندها ميزانية أو ميزانية ما بتديها اهتمام كبير، بتولي اهتمامات لجوانب أخرى، إنها ما بتدي الباحثين جوائز، ما بتديهم رسوم التحكيم، لأنه نحن حسبينا مطالبين طالب الدكتوراه الماجستير لابد إنه ينشر ورقة، النشر بياخذ زمن وتكلفة، وبالتالي ده برضو بعود على شنو الجهد المبذول وتقدير الزمن وربطه بالإنتاجية. هذا كل ما يتعلق بواقع البحث كما يدركه الباحث السوداني من خلال دراسة يعني حقيقية مستنبطة من المجتمع السوداني. شكرا جزيلا دكتورة أميرة يعني على العرض الوافي. صراحة النتائج يعني consistent للشعور العام بتاعنا كلنا، وأسي في أثناء ما بنعرض في التقرير ده في اللايف في الفيسبوك في المجموعة، يعني في كلمة شكر واحدة جات أخوانا، الكلام ده مهم جدا نلقى عليه والضوء. إحنا فريق متطوع من الباحثين السودانيين، يعني ما دايرين يعني ما عملنا الكلام ده عشان يشكرونا، لكن شكر الناس للشغل اللي عملناه ده مهم جدا. تموتيفيت اسمع، ما في زول فيكم ودانا قروش ولا في زول فيكم قال لنا عملوا الكلام ده، ومؤسسات زي الوزارة وزي كل المؤسسات البحثية وكل الجوطة دي ما 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 في زول طلب من زول قال لي يا اخي امشي اعمل لي البحث ده، ولا في زول دفع قروش يعني. فلما يتعمل وبيستعرض فيه
الناس بيت بيت يعني الانبوت بتاع سلبي، يعني انا بعاين في التعليقات داير اشوف الحته دي، لحد ما زول واحد قال يا اخي والله شكرا جزيلا على الجهد بتاعكم ده. اخوانا الحاجه دي مهمه جدا جدا، احنا الاتموسفير بتاعنا ما فيه يعني تشجيع لبعض، دي حاجه مهمه جدا. ثاني حاجه في ظاهره بتعرف بالديتا بيس حقيقي، انه كل زول بيمسك المعلومات والبيانات والتقارير والاوراق العلميه بتاعته ليه وعليه وعلى نفسه. فنحن عشان دارين التغيير ده يستمر يبقى لازم يا اخوانا الثقافه دي بتاعت انه الناس تشجع بعض وتحمس بعض وتدعم بعض وكده. الحاجه الثالثه اللي هي الحته بتاعت عدم المشاركه، احنا شاركوا معانا في ملأ الاستبانه 244 باحث وباحثه. نعم 224 224 نحن بنتكلم على فراكشن من فراكشن من اعضاء مجموعه الباحثين السودانيين. احنا وي بيليف انه المجموعه فيها عدد اعضاء مجموعه الباحثين السودان في الفيسبوك فيها 731 الف عضو. بنعتقد بيكون في على الاقل في 2000 3000 من حمله الدكتوراه فيها. فيعني لو كنا نتكلم على انه والله يا اخي من العدد ده ممكن 1000 نفر بس يشاركوا في الاستبانه، يا اخوانا ده ملي استبيان يعني، يعني ما اكثر من ما حي حتى دي. بعدين حاجه مهمه بالنسبه لك انك حتجيب تغذيه راجعه عن واقع البروفيشن والاندستري بتاعك انت بتاع الريسيرش. ففي ناس مرض عليهم وما ما عملوا الاستبانه، فما في مشكله جفل نخليهم، خلونا نقرا على الواقفات. يا اخوانا في حاجه ثانيه برضه في البعد السياسي بتاع الموضوع ده. ايوه في تقرير مؤخرا طلع بانه المجلس العسكري من في الفتره بتاعه التفاوض مع قوى الحريه والتغيير كان عامل اوت سورسنج للريسيرش عن الوضع السياسي في السودان وكيف انه يستخدم تاكتكس واستراتيجيز عشان يدخلها في التفاوض وعشان انه يمشي في اتجاهه بتاع حكم السودان. في باحث كندي واحد من جامعه مونتريال استلم 760 الف دولار في فتره بتاع 6 شهور من مايو لنوفمبر 2019. باحث واحد استلم من المجلس العسكري بحوث سياسيه فيهم في بحث بواحد ب 300 الف دولار. كل الناس هنا ده احتمال تكون اشتغلت في الجامعات السودانيه واشتغلت وحاولت انها تلقى فندنج من التعليم العالي. نحن شخصيا في الباحثين السودانيين بالتعاون مع جامعه الجزيره دخلنا في مشروع بتاع تصنيف النباتات الصيدلانيه في السودان مع الباحثه الدكتوره ايناس السيد، وشفنا انه القروش الالوكيت للموضوع ده كانت زي مليار جنيه سوداني، فقدت قيمتها وهي قاعده في البنك في فتره بتاع 6 شهور ولا 7 شهور لحد ما بقت بتساوي 2000 دولار. فيبقى يا اخواننا ان احنا الريسيرش بيدعم له اوت سورسنج، معناه شنو؟ معناه حتى الناس اللي عندهم القروش في الجفرمنت they don't believe في مقدره الباحث السوداني انه يطلع النتائج. ده ممكن يكون واحد من التفاسير ولا كده. فيبقى يا اخواننا المشكله بتاعتنا دي فيها اكثر من عامل يعني مساهم في انه الحياه بتاعتنا بتمشي بالطريقه اللي احنا دايرينها. الباحث ما شايف انه في جدوى من البحث بتاعه، ما في ثقه بين الناس، ما في تعاون بينهم، ما في مشاركه، يعني في عوامل كثيره ثقافيه واقتصاديه واجتماعيه وغيره. فدايرين اخوانا التقرير ده ما في مشكله مهما كان شكله والله يعني مؤلم بالنسبه لنا ولا بتاع، لكن كويس ده الواقع، ده المفروض احنا نتعامل معه عشان تو فيكس ات، مش كده؟ ما هي اصلا لو ما كان فيها مشكله ما كان عملنا تقرير ولا 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 ناقشنا الحاجات دي، فما في مشكله. واحنا بنطالب الناس كلها يا اخواننا انه يعني تو انجيج في انه النسخه الجايه من التقرير، احنا قلنا انه اطلاق الليله غير رسمي، النسخه الجايه من التقرير ده يكون الناس كلها مشاركه فيه، ومشاركه فيه على اساس انه اخواننا استراتيجيه التعليم العالي والبحث العلمي اللي هي ردوا عليها ناس بروفيسور نمر في البتاع ده، انا حاقرا بس يعني باراجراف واحد منها. اقرا الخلاصه بتاعته. بيقولوا شنو الثلاثه باحثين اللي هو مدير الجامعه واثنين رئيس مجلس جامعه. يواجه التصنيف الحالي الجامعات السودانيه تحديا بسبب ضعف الاستثمار في البنيه التحتيه للبحوث والتمويل بالاضافه الى زياده عدد الطلاب في الفصول الدراسيه التي تجعل من الصعب جدا تحقيق التميز في التدريس وخلق بيئه تعليميه مثاليه، ومع ذلك لا تزال امام جامعات السودان فرصه لاستعاده موقعها الصحيح في تصنيف الجامعات العالميه بسبب الجوده العاليه خريجيها واعضائها التدريس. ان اتباع التوصيات الموضحه اعلاه سيؤدي الى زياده كبيره في جوده مؤسسات التعليم العالي ويؤدي الى تصنيف افضل بكثير على الصعيدين الاقليمي والعالمي. يعد هذا امرا اساسيا في تحسين الفرص المتاحه للجامعات للتعاون على مستوى العالم مع المؤسسات ذات السمعه الطيبه لانها تستخدم التصنيف العالمي لجامعه السودان كمرجع.
مع التحسن الإيجابي للعلاقات السياسية الحالية مع الولايات المتحدة والغرب والذي أدى إلى إلغاء العقوبات، تتمتع جامعة السودان بفرص فريدة للاستفادة من مثل هذه البيئة. سيتطلب ذلك خطوات سريعة لتحسين جودة التدريس والبحث والخدمة والتوقعات العالمية للجامعات السودانية. من المهم للغاية أن تستخدم جامعات السودان خريجيها للموجودين في مؤسسات أكاديمية وبحثية رائدة على مستوى العالم للمساعدة في إعادة بناء مؤسسات التعليم والبحث المتميزة، وكذلك تسهيل التعاون العالمي. دي التوصيات بتاعتهم كانت موجودة هنا، ده ربط الطلاب الحاليين، وده هنا بيكون في دور لتفعيل رابطة الخريجين الموجودة والعمل كسفراء ومدافعين عن جامعاتهم عالميا، ضمان استدامة جودة في التدريس والاستشارات للجامعات، يكونوا جزء أساسي ده اللي هم الخريجين. كل الكلام هنا على الخريجين لحد هسه، و تتم الاستشارة بتاعتهم يعني إنشاء مجتمعات، وده حاجة مطلوبة يعني في كل الأصعدة، مش التعليم العالي بس، إنما حتى في السياسة، على أساس إنه الناس اللي بره ديل ما سودانيين وموجودين وعندهم حياة داري يساهموا بيها، وإنه نعم في قاعدة بيانات الخريجين، برامج الدراسات العليا، بيئة بحث وتدريس صحية، تعاون، ودي كلمة مفتاحية، المنشورات العلمية، مصادر دعم الصناعة والمؤسسات الاقتصادية والبحث، وأول واحدة اللي هي كانت التدريس. فالتوصيات بتاع التقرير ده ممكن برضو نعمل له سيركيليشن مع الناس، ودي هسي من الانبوتس جاتنا في خلال يعني إطلاق البحث ده عمل مقدر من الأساتذة الكرام. لكن في جو شغل كتير المفروض نعمله يا إخواننا. من حيث اللي بنقوله في الباحثين السودانيين، إنه في دور مفقود للخريج السوداني من جامعته، يعني الزول مما استلم شهادته وقبل ادى ظهره للجامعه، ما بيكون ثاني عنده علاقه بالجامعه، ما عنده اي مساهمه فيها. يعني شنو يعني انت والله جيت الاول، ولا كنت بروفيسور كبير في جامعه ولا في مؤسسه، ده ما له روحك. لكن شنو اللي بيستفيدوا منك المجتمع باك؟ فقليلين جدا مننا اللي بيكون بيده باك، رغم المرارات بتاعت الامور. يا اخوانا برضه نذكر انه الدوله بتاعتنا ومؤسساتنا ووزارتنا وكده عندها تقصير شديد جدا وبوادعين في اكل حقوق العاملين والمنتسبين لها. يعني استاذه المصديق اللي هي القائده بتاعت الفريق بتاع التقرير، هي واحدة برضو من الفور فرونترز، الناس الأساسيين في حملة مبتعثي التعليم العالي. يعني زول مبتعث من جامعة الخرطوم في ألمانيا، وقام قطعوا منه الرسوم والمصاريف بتاعتهم لفترة زادت من سنة. رغم ده كله زي ما بيقولوا شنو يعني حصل حاجة سيئة، لكن ما وقفت فينا تقدم. في ناس كتار جدا الواحد لو حصل له أي تروما أي مصيبة ولا بتاع، بيقول لك يا أخي أنا أبو البلد وين أنا أبو الجامعات وبتاع، وبيمشي وبيخلي أي حاجة. فنحن بنشكره طبعا وبنشيد بالروح العاليه بتاعت العطاء دي رغم المشاكل الحاصله. وبروفيسور علام النور كان ذكر في عدد من الحتات اللي قصه الاساتذه اللي بيجوا ما بيجوا راجعين، وانه كيف هاو تو كومبنسيت الغياب بتاعهم ده، رغم انه عندهم يعني عندهم اوبليجيشن تجاه المجتمع. يعني دي زي ما يقولوا التاكس ماني بتاعت الشعب السوداني، مشيت قريت وتعلمت بيها وما جيت رجعت باك اديت الناس. يعني فالحاجه هي ذاتها ما قروش، بس في قروش وفي جزء منها انك تخدم بنفسك، تعمل مشاريع وتجيب انفسترز وتبني مؤسسات، دي كلها حاجات مطلوبه. استاذ سلمى، بس لو مشيتي بسرعه كده عن التصنيف بتاع الجامعات بصوره عامه اللي هو الاسكوبس، تفضلي. عامل ام ميوت؟ طيب نعم. طيب اقفل واحد. اوكي طيب قبل شوية قريت سؤال من أستاذة سلوى تقريبا، لو انتوا شفتوا السؤال بس خليني أرجع لإسمها عشان أكون موجهة لها الكلام شخصياً. دكتورة سلوى قالت، أستاذة سلوى قالت، بالنسبة للمعوقات المالية ممكن التعاون بين الباحثين من الجامعات الدولية ممكن يقلل من المشكلة. فده بيقودنا لإجابة على السؤال، هي طبعاً ما إجابة مباشرة، لكن عاوز أوضح من خلال التعاون الادفانتج والديس ادفانتج من الموضوع ده شنو. فلو لاحظنا هنا في التعاون اللي هو التعاون العالمي
لو لاحظين الرول الأول بيتكلم عن التعاون العالمي، بعد ذاك التعاون بس الناشونال بتاع السودان فقط، وبعد ذاك التعاون في المؤسسات داخل المؤسسات، يعني في كل مؤسسة التعاون اللي جواها كيف، وأخيرا نسبة التأليف سولو، يعني من حد واحد بس هو نسبة التأليف، كتابة يعني المنشورات العلمية من مؤلف واحد من غير أي تعاون أو حتى من غير أي مؤسسة. فبنلاحظ هنا التعاون العالمي، يعني الببليكيشنز الطالعة من السودان، نسبة تعاونها مع العالم يعني بنسبة كبيرة جدا، أكثر من 72%. وشايفين التعاون الناشونال في السودان ذاته ما بين المؤسسات البحثية في السودان ما بتعدى 10%. بالنسبة للتعاون المؤسسي 10% فقط، ونجي للمؤلف الفردي من غير أي تعاون برضو ما حاجة بتقل شديد من التعاون المؤسسي، يعني بالتالي الإنتاج المنتوج الفردي أكبر يقارب يعني أو أكبر بشوية من التعاون داخل المؤسسة. طيب زي ما قلت لكم إنه الحاجة دي فيها أدفانج وفيها ديس أدفانج، نجي للتعاون العالمي. الأدفانج بتاعته شنو، أو بنستفيد من كل ما كان التعاون الكبير شنو، اللي هي المعوقات المالية طبعا. يعني كل ما اتعاقدنا أو تعاوننا مع دول خارج السودان دي بتدينا الدعم المادي، بتدينا الأباريتاس، بتدينا اللابات المجهزة، بتدينا البحوث اللي ما عليها أي قيود، ممكن الواحد تأكسس لكمية من المعلومات من غير أي قيود، من غير أي restrictions. لكن كل الديسادفانتج للموضوع ده إنه كل ما زاد التعاون العالمي كل ما لقينا إنه الدولة دي independent. ف زي ما ملاحظين انه طبعا عارفين احنا السودان دول العالم الثالث، هو لسه ما اندبندنت في حاجات كثيره، فما بالكم بالبحث العلمي نفسه. فتخيلوا انه لو ما كان في تعاون ما بين السودان وما بين الدول الخارجيه، التعاون الدولي، نحن حيكون التعاون في المنتج في التعاون الوطني فما بتعدى 10%. ده لو الاساتذه او الباحثين او الطلبه ما يتعاونوا مع الجهات الخارجية. فده بيوضح لنا إنه السودان still أو البحث العلمي في السودان still independent، معتمد بشكل كبير على التعاون الدولي. بقودنا تاني الموضوع ده. تاني نشوف التعاون ذاته ما بين المؤسسات الأكاديمية والتعاون مع يعني مؤسسة مثلاً بحثية، نقول for example جامعة بحري مثلاً مع شركة أو قطاع خاص أو قطاع عام. يعني مثلاً الشركة تيجي تقول والله نحن عاوزين نعمل منتج معين أو عاوزين نحل مشكلة معينة في المجتمع، بعدات يمشوا يتعاونوا مع مؤسسة بحثية أساس إنها هي تعمل لهم وحدة بحثية تناقش لهم المشكلة اللي هم عاوزين يعملوها أو أي sustainable development في البلد. فلو لاحظتوا إنه التعاون بين المؤسسات الأكاديمية ما بيتعدى 2%، وتعاون المؤسسات وبالتالي وتعاون المؤسسات الأكاديمية مع غير أكاديمية جاب نسبة كبيرة جدا، هو ما يقارب 98. ده بيوضح إنه المؤسسات الغير أكاديمية بتمشي تلجأ للمؤسسات الأكاديمية، قطاع خاص أو عام بيمشوا للمؤسسات الأكاديمية. لكن التعاون ذاته ما بين المؤسسات البحثية في السودان ما بتعدى 2%. النقطة اللي دكتور أنور سألني عنها وأنا بس مشيت للتعاون لأنه موضوع مهم، يعني إحنا مفترض نتطرق له. نجي هسا للتصنيف. زي ما ذكرت لكم قبل إنه في كل ما يجي تصنيف ما مفترض نقول والله الجامعة الفلانية هي أعلى تصنيف، لو ما قلنا المعايير اللي تم اختيار المعايير، يعني أو الأولوية للمعايير اللي حددوها وعلى أساسها تم تصنيف الجامعة دي. فهو طبعا يعني التصانيف كثيرة جدا، وما ممكن نقول بالمطلق إنه الجامعة دي أحسن جامعة في السودان بالمطلق، ولكن نقول والله الجامعة دي هي أحسن من ناحية كده كده كده. ممكن بعد ذلك نحن فنفس الحكاية نحن عاوزين نعملها، أو واحدة من أهداف البحث العلمي وتقرير البحث العلمي في السودان إنه نحن نحدد المؤسسة البحثية دي هي الأحسن من ناحية 1 2 3، وأكيد
كل المعايير اللي احنا هناخدها في الاعتبار اللي هي فيما يختص بالبحث العلمي ومنتوج البحث العلمي. طيب نجي هنا زي ما شايفين في الجدول، انا ما عرضت كل الجدول بتاع كل المؤسسات البحثيه الموجوده في قاعده البيانات سكومس، لكن عملت بس ترتيب، وزي ما انتم شايفين بس 8 من المؤسسات ظاهره قدامكم. طيب نجي نشوف اول حاجه في تو انترستينج بوينت انا عاوزه يعني اوضحها او تو بوينت اوت، هي انه جامعه الخرطوم لو شايفين المنتوج العلمي او الببليكيشنز الطالعه منها اعلى، يعني هي اعلى فيما يليها اللي هو جامعه السودان بنتيجه اقرب للاقل من النص من الببليكيشنز الطالعه من المؤسسه من مؤسسه واحده، يعني قصدي انه الفرق او الفرق ما بين الببليكيشنز كبير جدا، يعني التباين فظيع، في حين انه ما بعد جامعه السودان نجي بنشوف التباين في المنتوج العلمي ما كثير، كلهم بنسب متقاربه، لكن الحاجة اللي واضحة شديد إنه الببليكيشنز طالعة من جامعة الخرطوم بتقارب أو يعني حوالي 3000. نجي نشوف طبعا الواحد لما يشوف المؤلفين هم زائد المؤلفين اللي هم الكاتبين للببليكيشنز دي، طبعا الواحد بيفكر بيقول والله كل ما زاد عدد المؤلفين أكيد بالتالي حتزيد على المنتوج العلمي، فدي حالة علاقة طردية صح؟ كل ما زاد عدد المؤلفين يعني أكيد حتزيد المنتوج العلمي، وزي ما واضح برضو إن المؤلفين في جامعة الخرطوم وحدها يعني ممكن يزيدوا من عدد من الجامعات التانية المجتمعة، فطبعا ده برضو نتيجة واضحة، عدد المؤلفين كثير بالتالي المنتوج العلمي برضو كثير. نجي لموضوع الاقتباسات، وزي ما شايفين هنا أنا عملت لكم ريد بوكس على وزارة الصحة الاتحادية، لو شايفين انه عدد الاقتباسات ما بتعتمد على المنتوج العلمي ولا بتعتمد على المؤلفين، وانما يعني الاقتباسات اللي هي citations ما بتعتمد على المنتوج العلمي نفسه، وانما بتعتمد على السبجكت اللي هو اتنشر فيه البحث العلمي ده. لو ملاحظين وزارة الصحة الاتحادية الببليكيشنز بتاعتها 200، اللي هي طبعا يا جماعة الجداول دي او البيانات دي من بدا من ما وجد يعني مما وجدت بيانات في سكوبس لحد سنه 2020، تمام عشان نكون محددين نحن بنتكلم عن ياتو فتره. فلو شايفين هنا الناتج العلمي الببليكيشنز 200 او 208، نشوف المؤلفين برضو 200، لكن لو شايفين السايتيشنز او لياتو درجه المنتوجات او البحث العلمي الطالع من وزاره الصحه الاتحاديه مشهور برا او الامباكت بتاعه عاليه لدرجه، وهو ما يقارب او اقل بس ب 10000 من الاقتباسات الطالعه من جامعه الخرطوم اللي هي منتجات العلمية اصلا ما في مقارنه. فبالتالي خلاصه الموضوع ده انه زي ما واضح انه عدد المؤلفين كل ما زاد اكيد حيزيد الببليكيشنز، والاقتباسات بتعتمد على السبجكت اللي في يعني التخصصية أو السبجكت. فلو اطلعتوا على التقرير إن شاء الله بعد ما يحصل له بعد ما نحن نطلعه، لو اطلعتوا طبعا بكل تفصيل هتلقوا إنه السودان أعلى منشورات علمية بتطلع من السودان هي بتختص بالميديسن، وطبعا دي النتيجة هذه لها واضحة إنه الاقتباسات أو citations بتاعت الببليكيشن في السودان يعني معروف إنه أكثر نسبة السودان بينتجها في مجالات الميديسن، وطبعا جهد مقدر جدا من وزارة الصحة الاتحادية وكل المؤسسات يعني بتختص بالبحوث في مجال الصحة، يعني جهد مقدر جدا، وطبعا دي حاجة يعني interesting جدا إنه السودان أعلى منتوجات علمية أو أعلى publications بتطلع منه اللي هي في مجال الصحة. تقريبا دي الحاجة اللي عايز أشارك. شكرا جزيلا أستاذة سلمى، يعني عرضه في نتائج صراحة very interesting بالنسبة للناس، بتوري إنه عندنا ضعف في موضوع التعاون، وفعلا التعاون مش بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي عامة، وإنما بين الكليات في الجامعة ذاتها،
وبعض الأحيان بين الأجسام في العمادة الواحدة، ودي حاجة أعتقد إنه محتاجين الناس يعملوا فيها investment في إنه كيف يحصل restructure بحيث إنه يكون المالتي ديسيبلري ريسيرش يعني موجود أكروس الفاكولتي ممبرز. يعني قليل جدا بنلقى أبحاث بتلقى فيها زول مثلا من كلية الزراعة مع زول في كلية الآداب مع زول في كلية كده، رغم إنه الكلام ده الترند موجود في العالم كله يعني. بالضبط كده، والحاجة دي يعني هي ما بيتنقص أساسا من ثقل الببليكيشن الطالع من المؤسسة، بالعكس كل ما زاد التعاون ما بين الديسيبلين كل ما كان الببليكيشن دي عندها سايتيشن أكثر وعندها وممكن تتنشر في مجلات عالمية من التوب، ممكن التوب 10%. ليه؟ لأنه الترند العالمي بيشجع وبي يعني الموضوع، لأنه هو ما معزول. يعني مثلا مشكلة مثلا نقول تلوث مية النيل مثلا، الحاجة دي ما متخصصة بس بناس الجيولوجيا ولا ناس الحياة البحرية، الموضوع ده بيكون involved فيه كمية من الديسيبلين، فهي عاوزة تتعاون عشان احنا نحل المشكلة في النهاية. لكن لو الواحد بس عاين من جهة واحدة أو من point of view واحدة، المشكلة دي ما حتتحل، لأن هي أصلاً بيكون يعني يا داخلة فيها كم حاجة مفترض تتحل. الكلام ده طبعاً واضح جداً في الأبحاث اللي طلعت في موضوع سد النهضة. سد النهضة معظم الناس كان بيتكلموا على الـ على الـ على مدى يعني هل السد هندسياً قائم وكده وكده، والدراسات الاجتماعية والبيئية ما اتعملت لحد الآن، لحد اللحظة دي ما في دراسات بيئية واجتماعية حول تأثيرات سد النهضة. فبيوري إنه فعلاً الأبروش بتاعنا ما بيكون يعني كومبرهنسيف في القصة دي ولا هوليستيك، ودي الأبحاث المطلوبة إنه في الزمن ده. هنشير برضو لنقطة أخيرة قبل ما نفتح المجال لعضو مجلس إدارة الباحثين السودانيين دكتور محمد عدوي. هنشير برضو لأنه التقرير عمل قائمة بملاحق بأسماء المجلات الصادرة باللغة العربية والإنجليزية وكده في السودان، على أساس إنه الناس تعرف إنه في مجلات علمية. إحنا الباحثين السودانيين عندنا مجلة هي المجلة الأفريقية للهندسة والعلوم، الهندسة والتقنية، ورئيس تحريرها معانا هنا بروفيسور عبد الباسط مريوت. لكن في مجلات تانية وفي ضعف برضو في النشر داخل مجلات الجامعات في السودان. كذلك في قائمة كاملة في الملاحق بالمراكز البحثية وعناوينها في السودان والمعلومات القديمة اللي تحصل عليها، يعني تاريخ الإنشاء. لما نيجي نشوف المعمل القومي الصحي مثلا التابع لوزارة الصحة، وده بيوري بدي انديكيتر لأن وزارة الصحة عدد السايتيشنز بتاعتها كبيرة، رغم إنه البتاع العدد الباحثين شوية 208، إنه التاريخ بتاع إنشاء المعمل القومي الصحي ده من 1903، وبالتالي عندهم علاقات قديمة جدا مع وسائل التمويل وغيره. فدي هنا برضو قائمة إن شاء الله هتحصل عليها في التقرير المكتمل إن شاء الله الأسبوع الجاي. وهنا برضو خدتينا إحنا تعريف الباحثين السودانيين والمشاريع بتاعتها المختلفة، على أساس إنه الناس في ناس كتير عندهم perception بأنه الباحثين السودانيين عبارة عن مجموعة بتاعت فيسبوك، وإنما هي مؤسسة كاملة وفيها كمية بتاعت مشروعات اكتملت وفيها مشاريع قيد العمل وفيها رؤية مستقبلية. إحنا إن شاء الله التقرير ده إنه يكون حاجة دورية الناس تقدر تستفيد منه يعني بصورة كاملة. فلحد هنا نحن نجيف ونفتح المجال لجميع الإخوة والأخوات إنهم يقدموا يعني ما عندهم. يا ريت الواحد لما يمسك المايك يعرف نفسه ويتفضل بالمداخلة. تفضل دكتور أحمد عدوي. طيب شكرا جزيلا دكتور أنور، وشكرا جزيلا للجميع والمنظمين هذه الورشة، وطبعا للمعدين لهذا التقرير. أنا دكتور محمد عدوي، مدير محل التدريب وبناء القدرات في صندوق النقد العربي في أبو ظبي، اقتصادي باي بروفيشن، ولكن تخصصي أكثر في الاستراتيجية. فالمداخلة بتاعتي الحين هتكون يعني استراتيجيك فيو. يعني الحين لما نكون في تقرير، التقرير طبعا هو معناه أنت دار تشوف وير وي آر ناو، على أساس إنه تعمل تحليل ودايجنوز، على أساس إنه تحدد المسارات للمستقبل. يعني لما تكون عارف where you are now، وانت طبعا definitely
احنا عارفين وير وي وانت تو بي. فالديفرنس ده هو هيكون ده القابل، هو المفروض نعمل استراتيجيات واشياء وخطط على اساس انه يعني تو موف فورورد في هذا المجال. من النقاش يعني انا كنت فيري انترستد في في الجدول اللي عرضته الدكتوره سلمى. طبعا الجدول ده لما تجي تقراه يعني ريجاردلس بالترتيب بتاع الجامعات، لكن الجزء الاول بتاع عدد البحوث وعدد الباحثين، وفي الكولوم الاخير اللي هو بتاع السايتيشنز اللي هو بتاع الاقتباسات، فده ممكن يحلل لك ويوريك اللينك بتاعتك وين وير از ذا بروبلم يعني. طيب الكولوم الاول والثاني ده بيدوك شنو كوانتيتي، دي مع دي مؤشرات بتاعت قياس بتاعت شنو بتاعت كميه، لكن المؤشر الاخير هو المؤشر النوعي، يعني ده بوريك الكواليتي بتاعت شنو الجوده بتاعت البحوث بتاعتك بحيث انه حصل لها سايتيشن. يعني دائما لما تيجي تقيس لما نقيس الدراسات والبحوث فده انديكيتر بتاع انك انت العدد بتاعت السايتيشن صار حصل. فالعدد بتاعت السايتيشنز بتوريك انه غير الكواليتي اللي هو ذاته الفيتنس فور بيربوس، يعني ممكن تكون بحث كويس لكن في اريا او في مجال ما في طلب عليه. وده بياخذنا لانه يعني انت المفروض تنظر للموضوع انه اي شيء لازم تنظر له كصناعه، يعني هذا اندستري، فاندستري معناها فيه شنو عشان تحل المشكله اللي كنا بنتكلم عنها قبل بتاعت المشكله الماليه. فانت معناها انه البحوث بتاعتك في النهايه لو قلنا انه الناس بيدفعوا لك بير سايتيشنز فدي معناها هي تعتبر هي برودكت بتاعك. المفروض يكون برضو التركيز غير الزياده بتاعت الكم، برضو انه في النهايه الزياده بتاعت الكواليتي بتاعت السايتيشنز. وعشان نزيد انه في النهايه نصل لسايتيشنز عالي لازم تكون في الاول في الجوده بتاعت البحوث، يعني جوده البحوث طبعا معروف انها بتجي من الناس تفولو اب يعني البيست براكتس بتاعت البحوث. وقبل في التقرير الخيالي بتاعنا الدكتور نمر اللي هو ذكره بتاعت البنية التحتية للبحوث اللي هو مفروض تكون في بيانات في إحصاءات. في واحد من المداخلين ذكر إنه في الجامعات يعني ما بدرسوا الناس الريسيرش ميثودولوجي، يعني في ريسيرش ميثودولوجي الكوانتيتيف وفي الكواليتيتيف النوعية وغير النوعية، وفعلا إحنا في الجامعات زمان ما بدرسوك إلا في المرحلة الأخيرة. فدي الانفراستراكشرز المفروض فعلا تكون موجودة، لكن برضو مفروض يكون الاختيار للمواضيع إنها مواضيع طبعا فيت مع شنو فيت مع فيت مع مع الماركت ماركت نيد. فتبقى انت لازم تعامل البحوث على اساس انك تحل المشكله، انه اذروايز انت داير الناس تكون هي تشاريتي انه الناس يدفعوا لك فلوس لانك انت عملت بحث ريجاردليس. فالبحث بتاعك المفروض يكون الايند ومتوائم مع شنو مع متطلبات السوق، لانه البحث هو بيخش في الديسيجن ميكنج، بيخش في الاشياء كثيره بالنسبه للاند يوزر. فانت لازم تشوف انه في كاستمر للبحث بتاعك، لو تشوف هو داير شنو وداير فئته مجاله وداير بيئته كواليتي، وهل هو داير بحوث يعني وصفيه ولا بحوث فيها كميه، وهل هو داير بحوث فيها في النهايه فيها بوليسي ريكومنديشنز ولا بس ثيوريتيكال. فيعني انا شايف في ناس كثيره فما داير اخذ وقت كثير، لكن دايرين نفكر فيها بالطريقه بتاعت شنو انها هي كصناعه، ولازم تشوف المخرج بتاعك، والمخرج بتاعك لازم تكون عنده فاليو، والفاليو بتاعته دي بتتم تقييمها في السوق. لو افترضنا انه في السوق بتاعت الناس اللي بدي تشيل البحوث بانه شنو بعدد بعدد الاقتباسات، فلو الانسان عمل اقتباس معناه it is good enough. فهذا ده التست يعني. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور محمد عدوي، واحنا طبعا سعيدين جدا انه بعضويته في مجلس الاداره هو يعني هيكون مساهم في وضع الاستراتيجيه الجديده ان شاء الله للباحثين السودانيين المستقبلية إن شاء الله. نفتح المجال للدكتور صديق. دكتور صديق يا ريت تعمل أميوت، تفضل عرف نفسك وتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم يعني دكتور أنور، دكتور سلمى، دكتور أميرة وجميع الإخوة الموجودين. حقيقة أنا سعيد جدا والله اللي هو بتواجدي معكم الآن، وبالتقرير الحقيقة اللي هو فوق جهدي قيم جدا، سواء كان التقرير اللي قدمته أستاذة دكتورة أميرة أو أستاذة سلمى. وافتكر إنه دي بداية والله ممتازة جدا لناس يتطوعوا من أجل البلد يعني. ودي حقيقة واحدة من مشاكلنا اللي بنواجهها نحن فيه، إنه كثير مننا الواحد مما يعني يطلع أنا برا السودان صديق بل إبراهيم بلل، أنا عميد كنت كلية الدراسات التجارية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الآن
عميد البحث العلمي بالجامعة العربية المفتوحة بمملكة البحرين. ويعني حقيقة الواحد والله يعني في هذه المجموعة يعني بيخوض كل جهده وقدراته ويعني معاكم وفي في 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 التبادل المعرفي يعني من أجل النهضة بتاعت البحث العلمي وأيضا مسيرة التعليم العالي. حقيقة زي ما عرض التقرير، أنا بتناول بس النقطة اللي هو التقرير بتاع تقريرين، التقرير الأول مرتبط بالمعوقات والتقرير الثاني برضو النتائج اللي هو ذكره دكتور عدوي، وأنا أتفق معه تماما في في فيما أشار له. يعني الغرض الأساسي من هذه المداخلة إنه نحن برضو طالما نتكلم عن بحث علمي بالتالي لابد إنه التقرير يسهر بطريقة تكون برضو فيها حتى لو في بعض اللي هو الإشكالات اللي فيها هو تبادل معرفي يعني ليس نقدا يعني. فأنا حقيقة بفتكر إنه في ما ذكرته دكتورة أميرة ممتاز جدا، إذا كان البحث من حيث المنهجية يعيد صياغتها بطريقة أفضل وبحيث إنه يعكس إنه البيانات التي جمعت بطريقة غير احتمالية اللي هو مناسبة، لأن الإشارة في المنهجية بأنها هو تم جمع البيانات بطريقة عشوائية وهي ليس عشوائية، لأنه بالعشوائية محتاج لأنه أنا أعمل ليست لكل الأساتذة وبالتالي أوزع بإذن جدول الاختيارات العشوائية وموزع استبانة للناس المستهدفين ويقال لهذا الاختيار. الشيء الثاني يا ريت برضو يا دكتور أنور في التقرير زي ما ذكر دكتور عدوي في إنه هو أساساً طالما إنه التقييم بالتالي هو كان وضع راهن، بالتالي الوضع الراهن مفترض ناخذ فوقه أربع أشياء. الأول شيء اللي هو نقاط القوة والضعف، كويس، حتى يعني نقاط القوة والضعف، ومن ثم بعد ذلك بيدخل فيها المعوقات نفسها كنقاط بتاعت الضعف، وأيضا الفرص بتاعتنا نحن والمخاطر عشان نكون منها طوالي بنمشي ليه اللي هو تحليل الفجوات بتاعتنا، ومن ثم نختار ما هي الاستراتيجيات اللي احنا هنستخدمها في الفترة الجاية بتكون في شكل ريكومنديشن بنفس الطريقة. اوكي، ده فيما يرتبط بالاول. الشيء الثاني اللي هو ما عرضته الدكتورة سلمى حقيقة فيري انترستنج والله، انا افتكر انه فعلا احنا كثير مننا مولعين بس بانه احنا نشوف ترتيب الجامعات، وتبقى بعدك منافسة بتاعت توم اند جيري ما بين الجامعات فيما يرتبط بانه الاولى منه والثانية، وحقيقة احنا فاهمين انه واقعنا كله سواء كان جامعة الخرطوم أو جامعة السودان أو أي جامعات عندنا مشاكل أساسية يعني في 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 الجودة بمختلف مسميات، واكتشفنا أكثر والله الواحد بعد ما طلع حقيقة في السودان إحنا يعني شغالين ساي يعني. الآن أسأل أي واحد في أي أستاذ في أي جامعة يعني هل آخر دورة تدريبية هو أخذها في مجال معين في مجال بس التدريس، كويس، ما هي المخرجات بتاع التدريس نفسها، كيف بندرس نحن، هل يعني كثير كمية من الأشياء ما أقدر أطول فيها. لكن دار أقول لك حاجة يا دكتور أنور، من الحاجات المهمة جدا أن نحن برضو يكون في توصية واضحة بأنه يعني للمؤسسات بتاعت التعليم بتاعتنا أنه يكون في جعل مالي معين من الدخل بتاعها يمشي في صالح اللي هو البحث العلمي. مثلا تجربة البحرين 3% من الإنكم بتاع الجامعة بيمشي للبحث العلمي و2% بيمشي للتنمية المهنية. تصور أنت لو داير تبعث شخص عشان يتدرب في مجال بحثي ما بتاخد من 3%، بتاخد من 2% تحت التنمية المهنية اللي هي التوتل بيكون 5%. إحنا معاكم إن شاء الله غالبا وغالبا في أي حاجة يعني تطلبوها مننا، وإن شاء الله معاكم لنهضة بلدنا يعني إن كنا غايبين منها يعني. شكرا جزيلا دكتور صديق، وديك الصحة والعافية وسعيد بيك. دكتور أنور خليني حاجة بسيطة دكتور صديق، طبعا إن شاء الله هتكون معانا في النسخة الجاية إن شاء الله على أساس إنه يعني كل الحاجات اللي إحنا ماسي بس بدينا في حتة ما ويعني we aim for perfection. البرفكشن ده إن شاء الله بمساعدة وجهود الناس كلها، إحنا ما دا نكون ديفنسيف في إنه والله لو إلى آخره، إحنا دايرين الأفضل يحصل عشان يحصل الأفضل إن شاء الله كل الناس تكون جهودها. دكتور أميرة تفضلي. دار أول حاجة أسلم على دكتورنا صديق بلل، ويعني والله فقدناه كثير وكنا نحن بنشتغل كجروب وهو يعلم ذلك جيدا. والكلام اللي قلته يا دكتور والله هو طبعا نحن إن شاء الله دارجينه في التوصيات من خلال النتائج اللي طلعنا ليها،
وعشان أطمنك من أول توصية اللي هي نحن إن شاء الله يعني هنعرضها إن شاء الله في التقرير المكتمل إن شاء الله، اللي هو نحن عندنا دعوة إلى الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي، عشان قلت أن نحن لابد أن نحن عشان نشوف شنو الفجوة زي ما قلت وين ونقاطنا تحت الضعف اللي هي المعوقات دي. طبعا النطاق بتاع دكتور صديق، طبعا دكتور أمير أتكلم على SWOT analysis، يعني أنه يكون عندنا معايا strengths والweaknesses والopportunities والthreats، والكلام ده كلام جميل جدا، لكن محتاج له جهد بتاع تيم أكبر من التيم اللي كان موجود حاليا وإن شاء الله يعني زي يقولوا. لكن أنا ممكن أوريكم مثلا تجربة بتاعت كوريا الجنوبية. في كوريا الجنوبية ما في مستشفيات for profit، المستشفى أي دخل بتدخله بيرجع للبحث العلمي، لذلك بتلقاهم مشوا بصورة كبيرة جدا في البحث العلمي الطبي، وبيقوا واحدة من الديستينيشنز بتاعت حاجات مثلا زي الفيرتيليتي، بيقوا ماشيين فيها مشي كبير جدا جدا. فهي احنا كلنا دائرين كولكتيفلي التجارب بتاعتنا اللي اكتسبناها برا وتعلمناها كلها نخدتها في شكل ريكومنديشنز على اساس ان الاستراتيجي تكون يعني بوتوم اب ابروتش. استاذه سلمى نشرت هنا في الـ في الـ في الشات لو شفتوا الرابط الرسمي لصفحه الفيسبوك بتاع التقرير، انه الفيديو ده هيكون موجود هناك وبعد ذاك التوصيات وحنناقش ويكون حاجه مستمره، اكتيفيتي مستمر كلكم انتوا يا باحثين ويا اساتذه تكونوا موجودين فيه اراوند ذا يير. فندي المجال لدكتور دكتور محمد صلاح الدين مضوي، تفضل يا ريت تعرف نفسك تفضل. السلام عليكم ورحمه الله دكتور انور، كيف حالك؟ الله يسلمك يديك العافيه عليكم السلام. حقيقه انا والله سعيد جدا بحضوري لهذا اللقاء المهم اللي انا بعتبر انه هو يعني تيرنينج بوينت في 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 الوقت الحالي فيما يخص البحث العلمي في السودان، لانه حقيقه عشان تنطلق الى الامام لابد ان تعرف اين تقف الان، وهذه معلومه كانت غايبه عن الكل. وزي ما قال الأخ دكتور صديق، الناس اللي بيكونوا برا بيكون عندهم شوية وقت وبيلقوا فرصة إنهم to search to dig to find out وين نحن موجودين من العالم. إذا بناخذ الإنديكيترز الكثيرة جدا، إذا بنتكلم عن citations ولا بنتكلم عن موقعنا في سكوبس ولا بنتكلم عن الرانكينج بتاع الجامعات، دي مؤشرات نحن من خلالها بنحاول نوجد لنفسنا مكانا. أنا أحيي هذا الجهد الكبير بإصدار هذا التقرير. ما أنا في هذه المرحلة أشيد على يدكم وأقول لكم well done، دي خطوة أولى أساسية ابتدائية تأسيسية، منها يبدأ الانطلاق. لأنه نحن حقيقة أي كلام من غير ما تكون في دراسة أو في تقرير أو في منهجية واضحة لمعرفة أين نحن الآن بيكون كلام عبارة عن إنشاء، لأنه الآن يستطيع الإنسان أن يحدد بالتحديد ما هي المشاكل وما هي الآفاق التي يمكن أن يصل إليها البحث العلمي في السودان. أنا يعني حقيقة وأكون واضح أنه أنا ما حضرت من الأول، وأتمنى أني أحصل على التقرير عشان أقراه وأفيدكم ببعض الملاحظات. أكيد الواحد حيستفيد كثير جدا من التقرير وممكن يكون عنده رأيين ولا شيء يفيد، لكن الملاحظة الرئيسية يعني طبعا نحن واحدة من مشاكل العالم العربي اللي هي مسألة لما نجي نتكلم عن سكوبس وسايتيشنز والريسيرش امباكت، دائما الكلام لما يكون عن الويب اوف ساينس ولا عن الاسكوبس بيكون فيه اهمال او اغفال لشريحه كبيره جدا من الباحثين العرب، اللي هي لانه اسكوبس بتقبل النشر باللغه العربيه ولكن بشروط وشروط وتعقيدات طويله جدا، ما كل المجلات العلميه بتقدر تخضع نفسها لهذه الشروط. لذلك يعني مع كامل التقدير للجهد اللي عملته الدكتورة في إنها رصدت من سكوبس، أنا بفتكر إنه ده يؤشر إلى الوضع. يعني حقيقة هو ما بيختلف كثير، لكن أنا بس حابب أشير إلى أن هنالك واقع أفضل من هذا، خاصة لما نتكلم عن يعني في السنوات الأخيرة كلنا بنعرف السودان اتجه إلى التدريس باللغة العربية، فأصبحت هنالك مشكلة كبيرة جدا في النشر باللغة الإنجليزية، ودي حقيقة لا نستطيع أن ننكرها. فبالتالي أصبح النشر بعدد كبير جدا من لعدد كبير جدا من الباحثين وللمؤسسات اللي هي فيها هذه المجموعة من الباحثين ينشرون باللغة العربية. والآن هنالك جهود يمكن حد تكونوا سمعتوا عن ما يسمى بالعرب impact factor وعرب citation and هم مجموعتين أو مجهودين بيحاولوا يعملوا دراسة كيف إنه يعملوا تؤسس الإمباكت بتاع الريسيرش باللغة العربية، وهي محاولات. لكن تظل الساحة السودانية غنية بالباحثين، غنية بالعلماء،
تحتاج إلى التأطير، تحتاج إلى جهد مؤسسي، وفوق هذا وهذا تحتاج إلى البداية الصحيحة، وأنا أفتكر أنه هذا التقرير يمثل البداية الصحيحة. شكرا جزيلا دكتور أنور، وأنا أحيي هذا الجهد الكبير وكل التوفيق. شكرا جزيلا دكتور محمد، يعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله يعني برضو تكونوا أنتم مشاركين في التيم الجاي على أساس أنه يعني تخطوا كل الحاجات into consideration وتتعامل مع بعض. أستاذ سلمى عندك أي مداخلة في الموضوع؟ أيوة عندي مداخلة بسيطة. شكرا لك يا بروف على تعليقك. حقيقة طبعا يعني معروف أنه يعني أي database زي مثلا سكوبس أو غيره هم يعني عندهم شروط معينة وعندهم معايير معينة، فكونه نحن نعرض عبر مثلا يعني database معينة ده اللي نحن قدرنا نتحصل عليه، وأكيد فيها إجحاف كبير للتقارير الببليكيشنز الطلعة باللغة العربية أو حتى الناشونال، يعني في المجلات السودانية الناشونال اللي هي أساساً بس يعني ما يعني لم تنشر بعد أو يعني لم تدرج في قواعد البيانات زي دي، فأكيد لكن نحن نقول دي البداية، وأكيد في النسخ القادمة إن شاء الله حنسد الثغرات دي وحنشمل أكبر قدر ممكن من يعني نعمل حصر ونوصف بصورة أدقة من في النسخة الأولى من التقرير. شكرا جزيلا. أنا برضو عشان ما من شيء نفسنا زي بقوله مسؤولية كبيرة وندي fake promises، يا أخوان التقرير الجاي وجودته بتعتمد على مشاركتكم فيه، الكلام ده مهم جدا جدا. يعني إحنا أخذنا زمام المبادرة وبادرنا بالكلام ده والله وكيت ومن غير قروش، وناس دخلوا في الفريق وطلعوا ناس إلى آخره، يعني هكتك جدا جدا، ما في مشكلة، لكن انتوا بقيتوا عارفين الوضع وين بحسب إمكانياتنا الضعيفة، كولكتيفلي كلنا مع بعض إمكانياتنا أكبر، فزي بقولوا شنو المتوسط بتاع أي مجموعة أكبر من الماكسيمم بتاع أي واحد براو يعني. فنرجو إنه الناس تشارك، يعني كل الناس يتداخلوا ديل بطريقة أو بأخرى، هم ألزموا نفسهم إنهم يكونوا موجودين في الفريق بتاع النسخة الجاية إن شاء الله. دكتور عبد الرحمن الحسن تفضل، يا ريت تعرف نفسك. السلام عليكم ورحمة الله. أول حاجة بحييكم، أنا ما دكتورة، أول حاجة أنا طالب بتاع دكتورة ما زلت يعني، فأنا أعمل في مجال المعلومات والمكتبات بدولة الإمارات، فصراحة ودخلت صدفة يعني من خلال رابط أرسله أحد الأصدقاء في جروب، يعني لأول مرة، أنا ما عندي أي خلفية عن المجموعة وعن الجروب، لكن باعتبار أنه الموضوع متعلق بالبحث العلمي دخلت، وصراحة تفاجأت بالتقرير. أنا حضرت المحاضرة من الأول، فصراحة تقرير يعني تشكروا عليه، يعني تشكروا على العمل الرائع وعمل كبير، والأهم ما في الموضوع أنه يعني تطوع. يعني أنا صراحة بس من خلال تجربتي وأنا طالب يعني دكتوراه وكذا وبعمل في المجال، أعرف أنه البحث العلمي في السودان متأخر كثير، ومن خلال الدراسات والمؤشرات اللي إحنا يعني قاعدين نتابعها من خلال عملنا في تصنيف الجامعات السودانية، أنا أفتكر أنه يعني من خلال جروبكم ده أكبر خدمة ممكن تقدموها، وده اقتراح مني هذا. يعني أول حاجة أنا ما أعرف أنه قاعدين تسجلوا، يعني ممكن تجاوب عليه بعدين، يعني تسجلوا محاضراتكم دي، وإذا لأنه أفتكر أنه إذا بتوجه للسودان، السودان عنده مشاكل بتاع الإنترنت، ما في حد بيقدر يحضر، إحنا أغلبية الناس موجودين في الخارج ما بيقدروا يحضروا كل يعني المحاضرات دي لايف، على الأقل يعني يكون في تسجيل في اليوتيوب، الناس المهتمين يلقوا وقت إن شاء الله يحضروها على مدار 3 أيام، لكن الناس تستفيد من عملكم ده عشان ما يكون يعني من غير فائدة، لأنه الفوكس عند السودان والغرض السوداني، إحنا كلنا برا عايشين ولمسنا التطور وبعدنا من السودان ومن ظروف السودان الصعب. نقترح إنه يعني تقيموا دورات، تقيموا إحنا كل الناس هنا ده ناس، تقيموا دورات يعني تثقيفية تعليمية عن 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 أسس البحث العلمي الصحيح، يعني تعملوا دورات للناس تفيدون فيها، لأنه الناس عايزة تعرف عن الحياة كثيرة تغيرت، جزء من الدكاترة تكلموا عنها اللي هي مثلا موضوع السايتيشن وتسجيل وكذا، الناس في السودان ما زالت بيسجلوا يدويا، يعني لو عملت دورات زي. سامعني؟ نعم. أنا نعم. ممكن أديك بس لمحة سريعة كده عن المجموعة والأنشطة بتاع المجموعة، لها 13 سنة حاليا،
ودي بس القناة بتاعتها في اليوتيوب. الموضوع بتاع كيف تكتب ورقة علمية وتنشرها دي حصل فيها ورش لمدة شهر كامل، شهر نان ستوب أيام الكورونا، كل يوم كان في باحث ومن ضمنهم باحثين يعني أفاضل بتعرفون كلكم، منهم مثلا بروفيسور عبد الباسط مريود اللي هو رئيس تحرير مجلة الباحثين السودانيين، وهو من ضمن 2% الباحثين الأكثر تأثيرا على مستوى العالم في مجالهم. قدم كويس، عشان كده انا قدمت لك بالعول. انا ده موجود، انا ما اظلمكم، انا قلت لك انا ما عندي خلفيه عن الـ عن الـ عن الدروب. اي فعشان كده عندي خلفيه، فما ده عمل كويس جدا طالما في حاجه زي دي، لانه في حاجات كثيره، لانه انا عارف انه طالع الطالب في السودان يفتقد اشياء كثيره. على سبيل المثال مثلا موضوع السايتيشن دلوقتي بقت فيها في 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 برامج هم لها ما زالوا يسجلوا يدويا، يعني في برامج زي مينجلي وزيتير والحاجات دي ممكن تسهل عليهم عشان واحد يرجع عمل موجوده مسجله هنا. ده ما في مشكله، ما في هنا تحديدا هندياس البلاي ليست دي قلت لك فيها 30 فيديو. 30 جزاك الله خير. انا زادي حتفيدني، يعني ما في مشكله حتفيدني على كل حال. انا يعني رفعت ايدي مشاركه، لانه بس صراحه التقرير كان تقرير ضافي، ويعني وانا بس اتاسفت لانه انت بتقول المشاركين فيه كانوا 248 وانت عندكم جروب كبير ضخم زي ده، يعني للاسف ما مر علينا. جزاكم الله خير ولا يهمك. دي واحده برضو من النقاط الضعف بتاعتنا، يعني احنا كباحثين في التواصل بتاعنا فيما بيننا، يعني ياسي لما نسمع ان احنا مجموعه فيها 731 الف نفر، لما اسمع اي زول يقول لي والله انا بالصدفه لقيت المحاضره ولا بالصدفه عرفت المجموعه ولا كده، دي حاجه بي يعني بتحزننا ان احنا، لانه مهمتي انا شخصيا موجود في مجموعه فيها باحثين انه اكلم زملائي ثانيين الباحثين انه والله في مجموعه بتاعتنا دي ما حقتنا ان احنا الباحثين. فنتمنى انه الناس اخوان والله بنشوف ان احنا شيرز كميه، الاخبار السيئه بتتشير بكميه، الشمارات والسياسه والبتاع والامن والمشاعر بتتشير كميه، لكن محاضره اي دكتور منكم ما بتتشير كميه، اللي دريت انه بعد مرات تلقى الدكتور نفسه ما بشير محاضرته دي، انا شفتها يعني ونبه عليها بروفيسور عبد الله منور كثير. من هنا ما اطول عليك انا عشان اختم، ادي فرصه لغيري ان شاء الله. احنا بنشارك في العمليه بتاعت النشر دي، ولو في اي يعني عمل لقدام يعني ممكن احنا نضيف فيه ونشارك فيه ان شاء الله ما بنقصر. حتى احنا في مجال المعلومات يعني والمكتبات يعني ما في اي مشكله. ممتاز جدا، جزاك الله خير. الله يسلمك يا دكتور انور. انت تعلم يعني جيدا ان احنا الوقت اللي اتحناه يعني يعني للباحثين عشان انه يدون الفيدباك، فكنا نعم. يعني بننتظرهم يعني انتظار، لكن ما في رغبه. ليه؟ لانه زي ما قلنا ده باعث نفسي، يقول لك يا اخي انا سامله وامشوا حيعملوا البحث وحيخدوا نتائجه ولا حنعرفها ولا حيعملوا بعد ولا يا اخي خليك. فهنا برضو دي من العوامل اللي هي دايره نعمل نحن كينج للمايند بتاعنا، المايند سيت بالنسبه نعم. لشنو؟ للعمل بتاعنا الجماعي وللعمل بتاعنا البحثي لثقافه البحث العلمي. نعم، شكرا جزيلا دكتورة أميرة. فعلا يعني لو ما اقتنعنا احنا الباحثين بجدول البحث العلمي غيرنا ما حيقتنع، يعني ما حنقدر نقتنع. دكتورة شاهيناز عبد الرحمن، يا اهلا ومرحبتين، الزول الرائع، يا ريت تعرفي نفسك للمجموعه. تفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف حالكم دكتور انور؟ ان شاء الله طيبين. الحضور جميعا دكتورة أميرة، كيف حالكم؟ سلمى، كيفكم جميعا؟ ان شاء الله طيبين. الله يبارك. الله يخليك. طيب أنا دكتورة شاهيناز عبد الرحمن، أستاذ مشارك تكنولوجيا التعليم. كنت أعمل في جامعة شقراء في مجال البحث العلمي وفي الأكريديتيشن وكعضو هيئة التدريس عادي كمان في أعمال التدريس. علاقتي قوية بالتكنولوجيا. بحب المجال بتاع التكنولوجيا والبحث العلمي ده بشغف. أنا تخيل لي دي أحسن تعريف الواحد يعرف نفسه فيه يعني. فعموماً عايزة أشكر مجموعة الباحثين السودانيين لأنها هي فعلاً كانت ليدر في المجال بتاع البحث العلمي ده. أنا أتوقع في السودان يعني حسب تقديري أنا يعني كانت ليدر في مجال البحث العلمي وغيرت طريقة تفكيرنا. أنا شخصياً كان يعني مجموعة الباحثين السودانيين مؤثر أساسي في حياتي كلها. فأنا أول حاجة بشكركم تماماً على كل المجهودات اللي أنتوا عملتوها دي، وإنه خليتوا أنتوا دفعتونا للمبادرة، يعني المبادرات اللي أطلقتها الباحثين السودانيين دفعتنا بشكل قوي جدا جدا لأنه مبادر في كل المجالات، وإنه وجودنا أصلا في الحياة دي سببه أو يعني بدينا قيمة في الحياة المبادرة ما غيره. أي إنجاز تاني
الواحد بيعمله في حياته هو إنجاز على مستوى الشخصي، لكن ما أثر، التأثير بيجي من المبادرة. فأنا بشكر الباحثين السودانيين على الفكرة دي، والمبادرة بتاعت التقرير بتاع البحث العلمي ده أنا كنت حريصة من أول يوم إنه أنا لازم أحضرها عشان أشوف المبادرة دي كان شكلها شنو، وأنا عارفة تماماً إنه مستوى جودتها كان حيكون عالي. حاجة ممتازة جداً جداً، والنتائج كانت رائعة فعلاً، وأتوقع إنه كان ممكن كمان نحرز، يعني لو مشينا لقدام وطورنا الأسلوب زيادة ممكن نمشي لنتائج أفضل من كده. وأتمنى إنه كانت فكرة البحث العلمي دي وطريقة التقارير العلمية اللي بتطلع بالطريقة دي كانت ممكن تكون طريقة لحل كثير من المشاكل في مستوى في مستوى المجالات كلها. يعني في السودان إحنا بنعاني من مشاكل في حاجات كثيرة، دي كانت ممكن تكون طريقة نحن نحل بها مشاكلنا. يعني نعتمد الطريقة بتاعت البحث العلمي دي كطريقة لحل مشاكلنا في السودان، ما تبقى مشاكلنا بنحلها بال زي الشو الإعلامي ولا الكلام ولا العروض السياسية الفارغة ولا غيره. دي طريقة البحث العلمي، دي الطريقة اللي ممكن توجهنا لقدام، وممكن تنقلنا يعني نعمل شيفت للبلد كلها في كافة مستوياتها ونمشي لقدام. طيب بالنسبة للبحث العلمي والتطوير والحاجات الزي دي، تخيل لي إنه نحن كلنا جربنا برا السودان شكل التعامل مع البحث العلمي يكون كيف. الزول البحث العلمي اللي بينشر البحث بتاعه حتى في المؤسسة بتاعته بيلقى يعني برايزز، عندنا ريكوجنيشن، عندنا الجروبس اللي ممكن يعملوا بها دعم للبحث العلمي والحاجات زي دي. احنا هنا في السودان طبعا ما موجودة في الجامعات او ضعيفة جدا، يعني حتى لو كانت موجودة هي ضعيفة جدا جدا. دي حاجات خلت البحث العلمي برا الباحث يعني بيحصل له موتيفيشن كده، بكون حابب اصلا انه يعمل بحث علمي. وهنا الضغوط غير الضغوط الموجودة، الحاجة دي ما قاعد تلقى ريكوجنيشن، فعشان كده ما الباحث بقى ما قاعد يسعى لها كتير. دي واحدة من الحاجات ممكن نطور البحث بتاعنا أو طريقة التقرير بتاعتنا دي. أنا بقترح لكم اقتراح، الباحثين السودانيين فيها عدد كبير من جميع جامعات السودان، ممكن نحن نخلي إنه عندنا للتقرير ده بس، لتقريرنا ده بس مندوب في كل جامعة سودانية مندوب، ونبدأ نجمع البيانات بتاعتنا بواسطة المندوب ده. ممكن تبقى كأنها مسح مجتمعي، يعني ما حتبقى بعد كده عين عشوائية، حتبقى مسح مجتمعي بغض النظر عن إنه الحاجة دي كانت موجودة في سكوبس ولا موجودة في ويب أوف ساينس ولا موجودة في كلاريفيت أناليسيز ولا أي واحد من الحاجات التانية، إنه نحن حنقدر نعمل الحاجة دي بشكل أكبر يعني. وبالإضافة طبعا للمؤسسات الكبيرة الخاصة بالأبحاث في السودان والمراكز البحثية ممكن برضو يكون عندنا فيها واحد مندوب. عموما هو شغل يعني كبير وممكن يكون أكبر من كده، وما عايزة أتكلم كثير، لكن شكرا الباحثين السودانيين، شكرا على التقرير، وعلى استعداد دائما إنه نحن نكون معاكم في أي خطوة بإذنه تعالى. زي ما علمتونا نستفيد معاكم وتستفيدوا مننا ويستفيد مننا بلدنا. وشكرا لكم كثير مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا، شكرا جزيلا لك يا دكتورة شاهيناز. في الحقيقة أنت سبقتيني أو سبقتينا يعني بالاقتراح في إنه يعني الموضوع بتاع المناديب في جميع مؤسسات البحث العلمي في السودان. وهو أنا يعني للتقرير الجاي إن شاء الله نحن حنعمل الحاجة دي لأنه واجهتنا مشكلة كبيرة في إنه يتعاونوا معنا عمداء البحث العلمي في مؤسسات البحث في مؤسسات التعليم العالي في السودان. نعم. أنا ما حلوم زول ولا حأشير بأصابع الاتهام لحد، لكن نحن اللي عاوزين المعلومة، بالتالي نحن مفترض نتعب على أساس نحن نتحصل عليها. فواحدة من الاقتراحات اللي جات في إنه نحن كيف تو يعني حقيقي على قولك إنه مسح لكل الديتا من كل المؤسسات البحث العلمي ليك، حنعملها كيف؟ في إنه نخط مناديب في كل المؤسسات إنهم يجيبوا لنا المعلومة اللي نحن عاوزينها. وفي يعني في تعليقات كثيرة عن إنه وين مؤسسات البحث العلمي هسه، ليه ما جبتوا مثلا عمداء البحث العلمي معاكم، ليه ما أشركتوهم؟ وفي الحقيقة يعني كانت الفكرة بالذات من النسخة الأولى للتقرير ده إنه نعرف حالة البحث العلمي كما يدركه الباحث وكما تدركه المؤسسات البحثية ذاتها هي نفسها، بداية من الوزارة، بداية من كل المؤسسات، الجامعات، المعاهد البحثية كلها، كل الموجود في السودان. ولكن طبعا الاستجابة بشكل عام ضعيفة،
من كل الجهات زي ما شفتوا الاستجابة ذاتها من الباحث كانت بسيطة وتكاد تكون معدومة من في التقرير انه ما في ولا عميد بتاع بحث بالضبط كده. يعني احنا حاولنا نصل عمداء البحث العلمي في المؤسسات بطرق شخصيه يعني قصدي بطريقه فورمال وبطريقه غير فورمال بالايميلات بالتلفونات بالمشي شخصيا. يعني عندنا الموجودين في السودان من طبع الفريق مشوا عديل للعمداء لو سمحتوا جاوبوا لنا على الاستبيان ده ما حياخذ منكم 5 دقائق لكن كانت الاستجابه تكاد تكون معدومه. ما حنلوم زول لكن احنا حنكثف الجهود في انه احنا نتحصل على المعلومات دي وطبعا يعني حنجتهد ما امكن واتمنى من انه الموجودين وكل الحاضرين ان هم يبادروا منهم يكونوا مندوبين للجامعات عشان احنا نتحصل على المعلومات دي. واكيد بنهايه اليوم حننزل مثلا جوجل فورم نطلب فيها الناس اللي عاوزين يبادروا للموضوع ده ان هم ينضموا معنا. شكرا. شكرا جزيلا. طبعا اخوانا برضو لانه التقرير الجهد يعني تطوعي وغير مدعوم ماليا ولا كده ما كان في جانب بتاع الاعلام العلمي يعني ما كان عندنا اي بادجت على اساس انه احنا التقرير ده يصل للمجلات والصحف وكده عشان برضو يصل للمجتمع. احنا في النهايه والريبورتنج باك للكوميونتي بتاعنا. فرجاء لو اي زول هنا عنده اي علاقات مع صحفيين مع رؤساء تحرير ولا كده يوصل التقرير ان شاء الله ما يصل بصورته النهائيه لانه بيهمنا انه يكون في انجيجمنت من المجتمع نفسه. المجتمع ده هو في النهايه الاند يوزر الاند بينيفيشيري من كل الجهود اللي بنعملها. احنا ما دارين برضو يكون في حوار بتاع طرشان زي ما بيقولوا كلنا اساتذه وباحثين قاعدين يعني كل واحد فينا ممكن يكون عارف المشاكل شنو لكن ما نوصل للمجتمع بتاعنا اللي هو فيه اخواننا وابنائنا وبناتنا والى اخره. فمهم جدا تساعدونا في موضوع الاعلام والعلاقات العامه للتقرير على اساس انه يصل للمجتمع ككل. يعني استاذه مناهي العمر تفضلي. مناهي العام لام ميوت للمايك تفضلي. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله حبابك. كل الشكر والامتنان لمجموعه الباحثين السودانيين. حقيقه انا من الناس اللي استفدت منهم جدا جدا بس اتمنى انه ما يصيبهم يوم الاحباط وانه يحسوا انه الناس ما واقفه معاهم. يعني حقيقي ممكن يكون في ناس كثيره واقفه معاكم وحتى لو ما وقفوا اليوم بيجيبوا بكره. يعني البحوث دي الحاجه الوحيده اللي الناس بترجع لها لورا. يعني كل حاجه انتم خطيتوها حتى لو ما استفدنا منها اليوم بيجي اليوم الناس اللي بيستفيدوا منها في الحقيقي. بس النقطه اللي انا دايره مداخلتي فيها اللي هي دور الأساتذة والباحثين خارج السودان. يعني دل يعني أنا من الناس اللي ما عندي انتماء لأي جامعة سودانية ولا جسم أو organization. لما أقوم بنشر بعض البحوث بيكون ما بتكون راجعة لبلدي كاسما. بتمنى إنه يكون في يعني جهة أو حل. تعرف نفسي كنت وين أسي عشان بس نعرف. أيوة أنا ما عرفت نفسي. أنا مناهي العمر محمد الشايب جامعة بيشة المملكة العربية السعودية عضو هيئة تدريس بجامعة بيشة. طبعا لا أنتمي لجامعة سودانية لأنه لما طلعنا من السودان كانت واحدة من متطلبات الخروج إنه أقدم استقالتي من جهات العمل. فطلعت حقيقة من السودان وما عندي انتماء للجامعة يعني باسم جامعة. قبل يومين خطيت بالموضوع ده بريد في جامعة الزعيم الأزهري باعتبار إني كنت معاهم قبل ما أخرج. خطيت بريد طبعا عشان أنا إنه بطلب فيه أنا عايزة أنشر باسم جامعة سودانية. فلازم يكون في حل من عمادة البحث العلمي للمشكلة دي. طبعا عشان ما عندي إيميل جامعي هم قالوا لازم تنشري يكون عندك إيميل بينتهي بإيميل الجامعي. فالمهم انا ما بتكلم عن مشكله شخصيه بتكلم عن مشكله على قضيه. النقطه دي ان شاء الله احنا ويل بوت ات انتو كونسيدريشن. دي نقطه مهمه جدا جدا انه نعم. أيوة. اساعدك في دفن ابوك وانت داس المحافير بالضبط كده. هاي اديني ايميل شنو يعني ايميل بتاع الاي تي بيعمله في 3 دقائق. نعم فايده لكن الامباكت بتاعه على الجامعه وعلى البلد كان. يعني كثير من الباحثين بينشروا برا لكن بجامعات خارجيه. يعني اتمنى حتى لو واحد وضع البحث يكون باسم جامعه سودانيه حتى الناس المنتمين لجامعات يكون في طريقه لدمج هذه النقطه اللي انا حابه اتكلم فيها. دي نقطه مهمه جدا نشكرك عليها صراحه. يعني نقطه دكتور فايده كبيره. دكتور انور ما شاء الله بالنسبه لمداخله الدكتوره شاهيناس ومناهل اللي هي دي نحن مدرينها من خلال الاقتراحات والتوصيات عندنا.
اللي هو نحن أشرنا إن لابد إن تكون يا دكتور شاهناز عندنا وضع خطة تعاون بين الجامعات. وبرضو يا دكتورة مناهل نحن عايزين نوفر مناخ جامعي فيه نوع من الكفاءة عشان نحن نحد من هجرة الكفاءات العلمية ونهتم بالباحثين، نقدم لهم حوافز ونقدم لهم نوع من الدعم المعنوي. دكتورة أميرة تتكلم بس منو بالمناسبة دعم السريع ولا شو؟ ليه؟ نحن ونحن مش وين يا شيخة؟ نحن من خلال الباحثين. أنا بقى زي سياسيين نصرف كلام ساي يعني. في كاتنا من خلال الباحثين من خلال التقرير اللي حنرفعه يا دكتور أنور. إحنا نقدم توصيات طبعا لكن. اللي هي نحن قلنا لابد إنه في اقتراحات في توصيات اللي هي ممكن تطور من الواقع ونخليه مشرق بدل هو محزن. شكرا جزيلا لك. نشكر برضو الحبيب أستاذ عبد الله الجيلي اللي هو مؤسس مكتبة الميزاب الرقمية اللي هي كملت سنة قريبات وكانت مساهمته مساهمة كبيرة جدا، نشكره ودي العافية. طيب أحمد صالح تفضل اعمل ام ميوت لنفسك، عرف نفسك تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله. المغرب خلاص. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، الصوت واضح تفضل. أحمد صالح أحمد عبد الله محاضر جامعة الزعيم الأزهر السودان. في البدء التهيئة للإخوة في مبادرة الباحثين السودانيين يعني، وقال من لا يشكر الناس لا يشكر الله يعني. الباحثين السودانيين يعني يمكن يكون ما عشان نحن داخل المنصة بنقول الكلام ده، لكن يعني واحدة من المنصات اللي قدمت خدمة للبحث العلمي داخل السودان. أنا يمكن يكون النتيجة حقت التقرير أي فيها نوع من الإحباط، لكن المشكلة الأساسية فينا نحن كباحثين يعني. أنا أستحضر يعني قبل فترة كانت مبادرة الباحثين بتعمل محاضرات وورش، حتى أخونا الدكتور أنور وغيرهم قدموا حاجات كانت كويسة جدا جدا، وكنا بنحضر الورش كان العدد محترم يعني، يعني كل ورشة بيحضر عدد مخدر، ده مؤشر إنه النازل ما عندنا مشكلة في التكنولوجيا والتعامل التكنولوجي. ليه؟ لأنه عددهم كان عدد مخدر وعدد محترم يعني. ليه بس إشمعنى يعني يجوا يعني 250 باحث يعني في السودان؟ في إنه لما كنا نحضر الورش يعني كان العدد بصورة كبيرة، معناته بيبقى إنه حتى الباحث في حد ذاته ولا الباحث داخل السودان اهتمامه وأهميته بالبحث معناته أهمية ضعيفة جدا جدا. ممكن زي ما قبل ورفع أمنه أشار لإنه ممكن الزول يعمل شير لنقطة، يعمل شير لحاجة بتضحك، يعمل شير لموقف سياسي، يعمل شير لحاجة فيها حتر، لكن لا من نجي للحاجة العلمية يعني كون أنا أجيب دقيقة فقط من وقتي أملى استبيان، والاستبيان لا الفائدة فيه ما لي أنا كباحث يعني، فائدة فيه للبلد كله يعني كون أنا أحدد البحث العلمي في السودان واقف وين، دي فائدة للسودان كله يعني، وفائدة لطالبك ذاته اللي بتدرس، وفائدة لك أنت كأستاذ نشوف المشكلة وين، المشكلة بتاعت البحث وين عشان نقدر نعالج مشاكلنا. كلنا عندنا مشاكل يعني في البحث العلمي بصورة كبيرة جدا، وكلنا في يعني كثير مننا في المؤسسات حقت التعليم العالي داخل السودان عندنا مشاكل يعني، حتى مخرجات بحوثنا المكتبات حقت الجامعات مليانة بحوث بصورة بالآلاف. الفائدة بتاعت شو المخرجات الناس استفادت شو؟ الواحد ممكن يعمل ماجستير يعمل دكتور، حتى الناس اللي بتعمل أوراق علمية حاجة على أرض الواقع بنلقى معك دي كلها مشاكل. عشان كده بتبقى العملية يعني أنا خيطه درعي الرأي إنه شايف إنه لو صح إنه المشكلة الأساسية في الباحث السوداني في حد ذاته واهتمامه بالبحث العلمي. ممكن يعمل ورقة يترقى عشان إنه مرتبه يزيد مثلاً، ولا عشان إنه أتحصل لحاجة إدارية، لكن عشان إنه تكون في معرفة جديدة إضافة جديدة وغيره للأمان يعني ما بتكون في الاتحاد الكثير يعني. حتى الليلة لو حسي الليلة ضربنا مثلاً إنه قلنا الاستبيان ده افترضنا إنه نشرناه وكل دول قدم الاستبيان ندوش شهادة خبرة، ولا المبادرة حتدوش شهادة خبرة حتلقى العدد ما بنفس الطريقة، ولا كل ذول يدوا مبلغ مالي معين بنلقى العدد مالي الطريقة دي ذاتها واحدة من الأخلاقيات حقت البحث اللي عندنا يعني. أنا البحث أخذ وأعطى، أنا بكرة بيكون عندي دراسة دار أعمال أقدم استبيان لذول أونلاين، زي ما أنا أرفض أساعد البلد في ذول كان بيرفض بيساعدني يعني. عشان كده نتمنى إنه الناس تتكاتف يعني في المقام الأول، للأمانة الباحثين ما قصروا يعني، الأخوة في المبادرة حتى الباحثين ما قصروا، وأنا نصبر في أنور وإمتنان وغيرهم كلهم يعني لقيتهم في الفيس يعني، حتى ما في معرفة شخصية ولا حصل قبل كده تلاقينا،
لكن حضرت السلسله حقتهم كلها، المحاضرات بتاعتهم وغيره، كل الحاجات اللي ضفناها عن طريق الفيس. بعد ذلك في التواصل مع المبادره بانشطتها واحده باول، حتى المكتبه حقت الميزاب يعني واحده من الحاجات اللي انا شخصيا استفدت منها فائده كبيره جدا جدا في 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 البحث اللي شغال فيه حق الدكتوره. استفدت منهم بحاجه كبيره. ليه؟ لانه فتحه منافذ معرفيه غالبيه، يعني كون في حاجه اسمها سكوبس، في حاجه اسمها سيفير، انا عرفت عن طريق الباحثين يعني، وانا الليله استاذ جامعي في الجامعات السودانيه. عشان كده نتمنى انه والله الاخوه يستفيدوا من الحاجه. يعني انا الحاجه اللي احبطتني اكثر انه انا الجروبات اللي نشرت فيها، يعني واحده من الجروبات يمكن يكون فوق 150 عضو، يعني كان مره 6 ساعه من النازل بيكون كل جروب مره فيه 6 اشخاص، العدد يكون اكثر من العدد ده. لكن نتمنى انه نحن نحاول نشجع زملائنا اللي معانا يحاولوا يكونوا في الحاجه دي. للامانه الحاجه دي فيها فائده كبيره جدا جدا للتعليم العالي في السودان وللبحث العلمي في السودان. ونتمنى انه ربنا يوفقكم الله ياخذ ويزيدوا خيرا، يعني انتم ما قصرتوا، وان شاء الله يعني نحن بقدر المستطاع نحاول معكم قلبا وغالبا ان شاء الله. جزاكم الله خير. وإياك شكرا جزيلا استاذ احمد. انا ابشرك برضو بانه زي ما انت ما لقيت الباحثين السودانيين فيس تو فيس وكده، احنا ذاتنا ما لقينا بعض، يعني سلمى دي في المانيا وانا في قطر، احمد داود في السودان، ودكتور أميرة في السودان، احنا ما تلاقينا. ولكن عندنا المقدرة انه مؤمنين بهدف واحد، فالريسيرش ليدرشيب بتاعت انه كيف تو اسامبل تيم، والتيم ده يكون كولابوراتيف ويشتغل ويطلعوا منتج واحد، دي حاجة عملنا فيها خبرة كويسة في الباحثين السودانيين، ونتمنى انه تستمر. يعني الكلتشر اللي تأسست من 2009 ونحن ماشيين دي كلتشر مهمة جدا جدا، يعني دي حاجة ممكن احنا سنباهي بها باقي الناس. يا اخوانا التقرير ده طلع نتاج لناس ما بيعرفوا بعض، ما لاقوا بعض قبل كده، لكن كلهم مقتنعين بأهمية وجدوى إنه يكون في تقرير يوري الحالة وين. وكمان باي ذا واي إنه الناس كانوا متطوعين وما في قروش، ما في أي حافز غير إنهم يطلعوا الحاجة دي عشان حبهم لبلدهم. إخوان الناس ما تقول إنهم نحب السودان، لا بنحب السودان جدا، ده شغل أصلي للسودان من غير ما مستنين أي حاجة من أي زول. فدارين إخوان نستثمر في الحتة دي في الإيجابية وفي التعاون، في إنه نقدر نمشي مع بعض لقدام، لانه الحياه اللي بنعملها زي ما قلت قالت قبل شويه مناهل، قد ما يستفيدوا منها الناس الموجودين السيده اللي هو اجدادنا عم خلونا في النقعه والبجراويه وبتاع اثار واهرام، اما خلونا نقوش بس يعني منحوته كده في الحجر، خلوا لنا شيء يعني. فنحن كمان نخلي الناس اللي بعدنا، وعندنا حاجه بنقولها طوالي من ميدان الاعتصام انه عندك خد ما عندك شيء يعني. اخواننا نحن جينا لنهايه البتاع ده، في 4 ايادي 5 ايادي مرفوعه، رجاء يا اخوان ما في زول يرفع يده اضافه، مهما كان الكلام شكله حماسي ولا عاطف ولا جميل، حنجيب هنا ده بعد ال5 ايادي اللي هم سلوى وعبد الله ودكتور فوزيه ودكتور نجوى ودكتور احمد، الخمسه ديل. وان شاء الله الاسبوع الجاي حنتلاقى عشان نديكم النسخه الاصيله الاخيره من التقرير، تشيلوه يكون عندكم كدوكيمنت موجود عندكم، بس حاليا احنا استعرضناه من غير ما ننشره للناس يعني. اتفضل يا استاذ سلوى ودكتوره سلوى، تفضل عامل ميوت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ورحمه الله. الله يعطيكم العافيه. انا دكتوره سلوى يوسف عبد الدافع، استاذ مساعد تمريض صحه اطفال، كنت اعمل في جامعه النيلين في السودان. صراحه ما عايز احكي نفس التجربه بتاعت مناهل، انا عندي نفس الاشكال، لكن عايز اتكلم في خطوه في نقطه ثانيه، اللي هي انا تقريبا زي ما قال دكتوره شاهيناز، صراحه يعني جهودكم كانت very amazing، وعشان كده أنا متبرعة ومستعدة تمام الاستعداد إني أعمل لكم database، وبحاول بقدر الإمكان كل الأشياء اللي تخص علوم التمريض في السودان، لو كانوا مهاجرين خارج البلد ولا داخل البلد، بحاول ابتداء من اليوم أجمع منهم كل البيانات البحثية اللي تخص، ومستعدة تماما للمشاركة بأي دعم أو يعني you can يعني make use of any effort تجدوها فيني وتقدر تدعمكم، أنا مستعدة. وإضافة لأنه عندي نفس الإشكال بتاع مناهل، يعني أنا صراحة حزينة جدا، كان عملت مرة ريفيو آرتيكل كان عن معدل وفيات الأطفال تحت الخامسة، وشفت فيه السودان أنيوال ستاتستيكال ريبورت على مدار 10 سنوات، كان فيه توصيات وفي ريسيرش جيت لقى كمية من الأشياء، وللأسف ناصراه باسم جامعة سودانية بكل الإطراء اللي جا فيه. يعني أنا فعلا زعلانة لأنه ما قدرت جامعتي، حتى أنا ما عايزة منهم جوب، وهم رغموني اني انا يعني مستقيل، لكن حتى ما ادوني فرصه اني اخلي المجهود الان الثناء عليه للمملكه العربيه السعوديه، وهم ما يعني ما استفادوا صراحه.
فزي ما قلت لكم للمرة الثانية بشكركم على مجهودكم، الفعلا كان رائع ومدهش صراحة، ربنا يوفقكم ويجزيكم عنه كل خير، وإن شاء الله will be with you على كل الأشياء اللي حابينها يعني أنا أقدمها للمبادرة أنا أقدمها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة سلوى. ونحن طبعا قصة الحب من طرف واحد دي كلنا واقعين فيها بأمانة، يعني حاولنا نعمل مؤتمرات في السودان، حاولنا نعمل والله العظيم والله أنا شخصيا مرة جدا أعمل لي ورشة لتدريب الطلاب في جامعة البحر الأحمر، والله العظيم قفلوا مني القاعة وشاروا المفتاح. خليك من مؤتمر تيدكس القفلوه في كورنسيا وفيه ضيوف من 6 قارات والميزانية بتاعته زي 40,000 دولار والشغل بتاع 6 ده كله خليه. نحن إخواننا ما هو زي ولدي وبنتي وأختي، ما حقدر أتخلى منه، دي علاقة بيولوجية بيننا وبين بلدنا، ما حنقدر نخلي السودان ده كله كله والله مهما يعملوا لنا، نحن حنقاتل للنهاية يعني. نخليه أفضل مما لقيناه لأولادنا والأجيال الجاية إن شاء الله. فخلونا نعين في كيف إنه نحل المشكلة دي. نحن عندنا مخرج في الباحثين السودانيين، أي زول بيجينا بقول إخواننا داير أفيليشن لأنه أنشر ما عندي جامعة ناسي ديبندنت ريسيرشر، بنعمل له إيميل باسم الباحثين السودانيين haja@sudanese-researcher.org نقول له أنشر بها، وتنشرت عدد من البحوث بالكلام ده، لأنه في النهاية دي فرصة ما بتفوتها. إحنا الباحثين السودانيين دي بتاعت الناس كلها يعني، هي للشيوع لكل الطلاب والأساتذة والباحثين، فبالتالي أي زول حق له إنه يعمل الكلام ده. فلو لاقتكم حاجة زي دي تاني وما في مخرج لجامعة السودان، الباحثين السودانيين بترحب بكم بإنكم أنتوا تنشروا أو تخطوا يسيمة في أفيليشن في أي حاجة يعني، سواء كنتوا دار تتكرموا ولا عندكم مشكلة دار تحلوها، في الحالتين نحن مستعدين للخدمة. عبد الله الخطيب تفضل. يا ريت أخواننا قلنا آخر زول أحمد حمزة، تفضل يا عبد الله، أعمل أم ميوت يا أخواننا، الزمن مشى. عبد الله أعمل أم ميوت. طيب السلام عليكم ورحمة الله، أخباركم؟ الحقيقة أنا أول مرة أصادف اللقاء ده، وأول مرة أعرف الحدث ده كله. أنا مقيم في بولندا، أنا أستاذ في كلية الزراعة هنا 30 سنة، فأول مرة أعرف المجمع ده، فصادفته بالصدفة، فمعلش على اللغة العربية ذاتها 35 سنة الواحد ما تكلمه، لكن بحكي لكم عن تجاربنا في الزراعة. وأنا أفتكر إنه في الأبحاث الزراعية قبل فترة أنا كان مشيت السودان، وكنا بنحاول نعمل نبحث عن من الناس تعمل لنا الأبحاث دي في السودان وتكون مع الجامعة هنا. نحن في مجال التكنولوجيا، إنه العالم كله بدأ يتغير من الأسمدة المينرالز للأسمدة الحيوية، فكان من ضمن تجاربنا كان إنه نعملها في السودان، فكنا بنفتش لصغار الباحثين اللي كان ممكن يتعاملوا معنا هناك ومراكز البحوث، فكانت مشكلة كبيرة جدا جدا من ناحية إنه ما كان الاهتمام بالبحث ذاته أكثر من الاهتمام بأنه الفند بتاعه كم والقروش كم والبتاع كم. فأفتكر إنه الناس لو لقت نظمة الداتا باز بتاعت الناس اللي عاوزين البحوث الزراعية دي ولا هاي، فعندنا الإمكانيات تسوى البحوث ذاته بقت تدار من على البعد، يعني بقت سهلة جدا جدا خاصة في الزراعة، وفي يعني هذا الكنترول بتاعه يكون كله ما شرط الناس كلها تجي هناك مع الجامعات الأوروبية هنا. فعندنا إمكانيات كبيرة جدا جدا خاصة في مجال التكنولوجيا بالنسبة للسودان والزراعة. فقبل فترة كنت نتكلم معهم نقول لهم إحنا وصلنا مرحلة 10 طن من القمح في الهكتار، وما بفتكروا الحكاية دي حاجة كده مستحيلة، وكيف ممكن يكون 10 طن من القمح؟ فدي كلها جاءت بالأبحاث العلمية والشغل على الأبحاث وتطوير الأبحاث. فإذا ما طورنا الأبحاث دي يعني حتى من ناحية food security ذاتها لقدام ما حقدر نطور نفسنا، والناس بدأت تمشي في الطريق ده. فأنا بفتكر دي بالنسبة لي معلومة جديدة للأول مرة أعرف عنكم، وإن شاء الله بكون متواصل معكم ونحاول نجمعكم بمراكز الأبحاث الأوروبية هنا خاصة في الزراعة. أنا في مجمع الاتحاد الأوروبي هنا بتاعة food security بتاع بالنسبة لأوروب. فالناس غير انهم عاوزين يعملوا ابحاث في السودان، عاوزين يساعدونا، هم عاوزين يساعدونا في السودان برضه.
لأنه لو تعرف إنه في نقص كبير جدا جدا في الأعلاف في أوروبا، ولحد 2030 حتكون في مشكلة كبيرة بتاعت بروتين في أوروبا، لأنه خاصة بالنسبة للدواجن في أوروبا هي أسرع بروتين. فعاوزين لها كمية كبيرة من الأعلاف، من الصويا والكورن، والبرازيل بقت تبيع كل منتجاتها للصين، والأوروبيين بيحاولوا يفتشوا فيه في أبحاث جديدة تكون في السودان. بس لكن مشكلة السودان إن الإنتاجات الموجودة في السودان دي ما إنتاجات محفزة، فلا بد من البحث العلمي، ولا بد من الناس تبدأ يعني خلال 30 سنة دي ما في بحث علمي كده نطور يعني لدرجة إنه يحفز إن الناس تتصف من هناك. فافتكر دي فرصة كان ورد فرصة، أنا بعرفك من سودانيين أونلاين، لكن اللي عرفت بك هنا، فإن شاء الله حتواصل معاكم، أعرفكم بالداتابيس بتاعتنا في الجامعة دي كلها هنا، أساس الناس الباحثين اللي عايزين يشاركوا، حتى لو عايزين ببليكيشن برضو نحن نساعدهم في المجلات العلمية هنا موجودة. بالإضافة للشركات اللي عاوزة تستثمر، عاوزة داتا عن السودان، على الإنتاجية في السودان. شكرا لكم كثير. شكرا جزيلا دكتور عبد الله، والله سعيد بك جدا، وإن شاء الله يعني كل الأوفرينجز اللي قدمتها أنت يحصل لها زي يقولوا امتصاص عبر المؤسسات المختلفة وكده. موضوع الزراعة تحديدا فيه يعني جروبات أسي شايفة فايبرن جدا، زي الجروب بتاع الزراعة السوداني وكده، أخونا لمن جعفر، فممكن برضو بهناك الناس يتكلم معهم، لأنه أنا لاحظته إنه بعض المرات لما تمشي تتكلم institution to institution ولا government to government الموضوع بيضيع، لكن بعض المرات بتكون في جروب كده، جروب طوعي، شركة، ستارت اب، ما أعرف شنو، ممكن تبقى هي السبب في إنه الحاجة تصل للناس والناس يهتم بها وكده. دارين أول ركشة وأول أمجاد وأول محل اتصالات عشان الناس تبيك أب القصة بهناك، دارين أول زي يقولوا فدان بيطلع 10 طن بتاع محصول ده الشاف وين، عشان بعد ذاك الناس تجري وراك مش تجري وراهم. الله يديك الصحة والعافية، وإن شاء الله يعني ندعوهم. أرسلت لك في الشات هنا ده الويب سايت بتاع الباحثين السودانيين العربي فيه الأنشطة والمشاريع، وكذلك الإيميل الرسمي بتاعهم، يا ريت بس شوت أس أن إيميل، لانه برضو الاداره تغيرت بالمناسبه. اكون انا بين ذا ليدر من الفاونديشن من 2009 لحد 2021، لكن بعد ذاك في شباب الجيل الجديد الراكب راسهم اللي حيمسكوا الموضوع، وشخصيا انا واثق تماما ومقتنع بانهم حينقلوا المؤسسه نقله كبيره. ان شاء الله موفقين بجهودكم معاهم. يعني دكتوره فوزيه، دكتوره نجوى، ودكتور احمد، دي تقريبا اخر مداخلات عندنا. دكتوره فوزيه تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل. إن شاء الله بس تسمعوني. أنا متابعة الباحثين السودانيين من 3 سنوات تقريبا في السودان، وأنا خريجة آداب يعني لغة عربية، وأستاذ مشارك في جامعة القرآن الكريم وتحصيل علوم مدني الجزيرة، ويعني استفدت استفادة كبيرة من الباحثين السودانيين ومكتبة الميزاب، وحضرت تقريبا الورش والدورات التدريبية، خاصة دورة المودل كان لأول مرة هنا نتعامل معها وكده مع دكتور شاهيناز، عرفناكم كلكم بالأسماء وجزاكم الله خير عننا كلنا. أنا بس داير أعرف إنه في البحث الاستبيان ده مع متابعاتي لصفحات الباحثين السودانيين وكده، والله ما وقع في يدي، يعني ما عارفة سبب، يمكن الشبكة، يمكن يكون ما طلحت ما دخلتها، فمتابعة كل حاجات من عرفتها مجموعة الباحثين السودانيين واستفدت منها استفادة قصوى، فجزاكم الله خير. يعني أنا بس كنت دايرة أسأل سؤال خاصة من ما عرض عن البحوث، الموقف البحوث البحث العلمي في السودان. هل عندنا مشكلة، يمكن أدخل في الجانب النفسي ده شوية، عندنا مشكلة في مسألة الفريق؟ يعني نحن دائما ما بننجح، ما عارف ليه ما بننجح في مسألة الفرق دي، ما عارفها تربية ولا طريقة، يعني ما قاعدين الأشياء، يعني حتى في ثقافتنا يمكن البيع براه ما بنكد، المعارف شنو أحسن تبقى عصامي، تعتمد على نفسك أكثر، يعني زي ما في ثقة كده بين الناس في، ويمكن ده يمكن يعطلنا شوية، محتاجين لروح جماعية، ويمكن دي أنا غايته أخذتها من الباحثين السودانيين الروح دي، حسيت إنه نحن لسه في أمل وممكن يعني نمشي لقدام في الروح الجماعية دي، والناس يعني تثق في بعض وتمشي لقدام مع بعض، يعني لانه كلنا نجاحنا نجاح اي واحد فينا ما بأثر في نجاح في فشل الثاني، يعني ما هو فشل للثاني، فنحن لازم الثقافه دي تنتشر، وانا شايفه انه الباحثين السودانيين بطريقه او باخرى هي يعني يمكن خطت اللبنه لهذا
الأمر. فأنا بس حابة أشكركم، وخايفة إنه النت أو الشبكة تخزيني وكده، وأنا على استعداد إنه أشارك معكم في الأشياء التي أستطيع. أنا بتاعت آداب لغة عربية، فأنا كل ممكن أشارك بما أستطيع يعني، وما تطلبوه مني، وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا دكتورة فوزية، صراحة سعيدين بك جدا جدا. احنا طبعا كان فتشنا زولي راجع لنا الصياغة اللغوية، فتعبنا لفترة كده لحد ما انقذنا الدكتور عبد العزيز. والله كان على الرحب والسعة. نعم نعم، وانا بتاعت نحو صفي على الرحب والسعة. ايوه ان شاء الله ان شاء الله. احمد داود خدت الاستبيان، خدت الاستبيان تاني، ممكن الناس تشارك فيه هنا ده، تجاوب على المتابعة الجغرافية. والحاجة الثالثة هنا اللي هي في الشات، هنا هاي في الشات. ايوه هو استبيان موقت، بس نشيل المعلومات عشان ارسل لكم في الايميلاتكم. أيوة. ان شاء الله. فيما يخص الموضوع بتاع التيم وورك، طبعا ده موضوع ثقافي يعني، فيه مشكلة كبيرة جدا جدا، ولكن احنا الحمد لله يعني زي ما يقول ودبادي قال الجينيات الغابت جابت. احنا مرقنا بالكلتشر بتاعتنا بتاعت انه والله خليك عصام وخليك مع نفسك. أيوة. والكلتشر خلت 500 قرية في الجزيرة. أيوة. رغم انها ولايه يعني ممكن تتلم الخدمات كلها في حته واحده، والفرقه بين الاحزاب والانقسامات والبتاع دي ما ثقافه عامه بتاعتنا وتربيه، لكن الشيء اللي تعلمناه برا جينا طبقناه. هسه انا راضي جدا ومبسوط جدا من الفريق اللي تعاملت معه، ده سلمى ودكتور اياس واحمد داوود دكتور اميره واستاذه فاطمه، يعني سعيد جدا جدا بهم، فخور بهم جدا جدا. الحاجه دي تكون موجوده ويحصل لها ريبليكيشن في كل المشاريع اللي بنشتغل فيها. تاني هنتكلم على اخواننا 44 مشروع يدعموا في الباحثين السودانيين من سنه 2009 على الليله، تكلم على 600 محاضره مختلفه، فيهم محاضرتين مع ناس حايزين على جائزه نوبل، والناس اللي جابوا الكلام ده اخذوا الكريديت بتاعهم، هم كانوا ليدرز في الموضوع، كنا نحن عباره عن تيم ممبرز معاهم، وفخورين بانه لقينا فرصه نخدم مجتمعنا عبر الانضمام للتيم بتاعهم. واي فكره زول بياخذ فيها الحق بتاعه الادبي، ولو فيها حق مادي كمان ياخده، ده كله يا اخواننا دي ما قيم احنا بناخدها على اساس انه نمشي. تعلمنا الكلام ده والله ما في بيئتنا، تعلمناه برا، لكن جينا طبقناه في بيئتنا، مصرين انه يكون موجود ويكون موجود بصوره افضل. احنا ممكن نتكلم برضو على الريسيرش ليدرشيب والتيم بيلدينج وكده، وطلبنا من البروفيسورات الكرام الناس بالذات اللي اخذوا جوائز، جائزه افضل معلم يعني البروفيسور نمر البشير اخذ جائزه الاوستاندينج تيشر او بروفيسور في جامعه تكساس اي ان ام، دي حاجة ضخمة جدا جدا يعني، دائرة هناك كبير جدا، وهو خريج الجامعات السودانية، لكن اكتسب الورك اسكس دي برا، ونحن دايرين انه يرجع باك، يعني كل زول فيكم عنده حاجة، عندك خد ما عندك شيل. فإن شاء الله يعني الأمور بتمشي لأحسن، صدقوني أنا متفائل كبير جدا، والله مهما كان الأوضاع شكلها سيء. متفائل بمقدرتنا إن شاء الله على التغلب على الوضع الراهن والتخطيط بصورة كويسة للمستقبل إن شاء الله. دكتور نجوى تفضلي، ودي المكالمة قبل أو المداخلة قبل الأخيرة. دكتور نجوى تفضلي. دكتورة نجوى. وعليكم ورحمة الله. يا هلا ومرحبا، تفضلي، أريد تعرفي نفسك، تفضلي. نجوى فضل البشير، أستاذ مساعد كلية الهندسة جامعة النيلين. حقيقة متابعة للباحثين السودانيين من مدة، لكن مؤخرا انقطعت شوية، لكن من أيامهم الأولى لبناتهم الأولى كنت بحضر لهم كثير من الأكتيفيتيز، وأيام الكوفيد استفدنا كثير زي ما ذكروا الزملاء، ما عايز أعيد الكلام تاني لذلك الزمن، لكن حقيقة أنا بعتذر إنه برضو ما قطعت الشغل الأول، لكن عايزة أتكلم عن حاجتين اثنين. الحاجة الأولى اللي هي طبيعة البحوث اللي بتتقدم في وجهة نظري، دي سياسة بتاعت دولة وسياسة بتاعت جامعات، فده نوع البحث اللي بتقدم من ناحية البحوث اللي بتتقدم عشان تبقى مفيدة ولا لا. يعني ناس كثير من الناس تتكلم على إن البحوث موجودة لكن اتعملت لكن موجودة في المكتبات، لازم تكون في موجودة في المكتبات لأنه قامت على 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 أشياء شخصية، يعني زول شغال في حتة لقى له مشكلة وقام يشتغل فيها، أو لفت نظره أي شيء وقام بنى عليه البحث بتاعه وهكذا، أو قرأه في حتة وعمله، ما بتكون من واقع حوجة البوليسي بتاعت الدولة أو حوجة البلد. يعني الحاجة الثانية الدور نحن هسي ودشي قام به المبادرة بتاعتكم دي بشكل كبير، اللي هي التجويد بتاع البحوث،
وده دورنا الأساسي يعني، والناس تزع فيه جوا وبرا يعني، الناس اللي برا ما قصروا، الناس بروفيسور نمر وكده. اللي هو ده التجويد البحث، ما بيبقى إلا لما الناس البرا يدونا خبراتهم البرا. وأنا بتكلم في النقطة دي بالذات لأنه يعني أنا شخصيا طلعت برا ودراساتي كلها في السودان، لكن صادف إنه طلعت برا ورجع عملوا كونفرنس كده، فاستفدت من الناس الموجودين برا. وبقيت لما نجي أشرف على طلاب بشوف الفريق بين الطالب الما يتعرض لأي تجربة خارجية، ودي مسألة مهمة جدا جدا يعني. فلو قدرنا برضو الحتة دي تسترس ونت شوية، وتكون بعدين في الناس اللي بدوا البوليسيز تكون واحدة من الأولويات، يعني ابتعاث الأستاذ ومشاركاته العالمية جزء من تكوينه البحثي، يعني الحاجات دي المفروض الناس تشتغل فيها وتخطها في بالها. دي مسألة مهمة جدا جدا عن تجربة. الحاجة الأخيرة ما هي تاخد زمن كتير، اللي هو تكلمت عن الداتا ولمها وكده. أنا شخصيا كنت نائب عميد دراسات عليا في كلية الهندسة، في كلية الدراسات العليا جامعة النيلين في قسم الاستاذ، وكنت نائب عميد شؤون علمية. ما أفتكر بيكون في مشكلة لو وصلتنا فورم بمعلومات معينة والناس تتفاعل معاه وتملاه. anyhow برضو أنا ما عندي مشكلة، ممكن إذا في أي حاجة خاصة بجامعة النيلين ممكن أتولاها وأشيل الحاجة المطلوبة. وممكن يعني أقدر أوريكم إنه الجامعات بتتمال يعني، ما عايز أقول ترفض ولا كده، لكن تتحفظ على إنها تسلم ديتا ولا تسلم فورمات ليه. وشكرا لكم جزيلا على مجهودكم الكبير. شكرا جزيلا دكتورة باشمهندسة نجوى، سعيدين بك، وإن شاء الله يعني يكون في تعاون. أسي أحمد خدت فورم باشمهندس أحمد داود، يا ريت لو بس مليتوا أساس إنه يكون في نقطة بتاع التواصل بعدها يصلكم السيرفي. ويا اخواننا في حاجه مهمه جدا، في تول مهم جدا ما قاعدين نستخدمه اللي هو الايميل، نتواصل عبر الايميل يعني. يعني معظمنا لو ما موجودين في جروب بتاع واتساب، والواتساب فيه مشاكل وده موضوع ثاني، ما قاعدين نرسل لبعض ايميلات ولا كده عشان نعرف كيف ممكن نساعد. لكن عامه ان شاء الله عبر السيرفي ده والايميلات وكده بنتواصل. اخر مداخله ان شاء الله قبل ما نختم، لانه المغرب جاء علينا والعشاء كمان. الدكتور احمد حمزه تفضل، عرف نفسك تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية الشكر لك دكتور أنوار والدكتورة سلماء على الموضوع المهم جدا جدا والمفيد لكل باحث سوداني أو أي يعني شخص طالب طالبة أستاذ يبحث في مجال البحث العلمي وفتش على العملية تحت النشر والأكاديميات والبحث وغيرها يعني. أنا أحمد حمزة عثمان، دكتور أحمد حمزة عثمان، أنا أستاذ مشارك بجامعة الملك عبد العزيز وخريج من جامعة أفريقيا العالمية كلية دراسات الحاسبات، وعامل دكتوراه في ماليزيا، واشتغلت في السودان في مجموعة من الجامعات في السودان، والآن أنا شغال رئيس وحدة التعليم الإلكتروني بجامعة الملك عبد العزيز في العراق. الحقيقة عندي بعض النقاط، النقاط دي ممكن أنا أقول عليها كسمري لطبيعة النقاش اللي كان موجود الآن والحاجات اللي أنا يعني حضرتها حاليا. في البداية أنا بشكر طبعا المجموعة تحت البحثين السودانيين، وأنا كنت من الناس المتوايدين من بدايتها يعني، ويعني كنت بحاول أحرص على إنه أحضر كل الورش الموجودة، النقاشات، البوينت اللي بتثار في عملية إنه كيف يلقى الباحث سكولارشيب، وكيف ممكن نثري البحث العلمي والتفاعل في البحث العلمي في السودان. أنا عندي بعض النقاط كده حقولها على عجالة، إن شاء الله النقاط دي ممكن يعني تجد واقع أو تجد لها بوينتس معينة ممكن الناس تستفيد منها أو يعني تتحط في التقارير اللي ممكن أستاذ أحمد يتابعها. اللي هي أول حاجة، مفترض إحنا بالنسبة للعملية تحت البحث العلمي في السودان إنه إحنا نجيف من حيث انتهى الآخرين. يعني إحنا الآن مما بدأت مجموعة الباحثين السودانيين إلى الآن كان في تطور كثير جدا في الأبحاث، فمفترض إذا إحنا حابين نتكلم عن الواقع بتاع البحث العلمي في السودان رغم المشاكل
الحاصلة الآن من مشاكل تقنية وسياسية وغيرها، لكن إحنا مفترض نستفيد أيضا من إنه الناس يتفد وين إحنا بعد ذلك نبدأ من الحياة دي. يعني مثلا نشوف التريند الحالي من ناحية بتاعت بحث علمي، الناس مثلا تركز على التريند الحالي، ننشر الثقافة تحت الأبحاث والنشر العلمي، المعرفة تحت الISI الإسكوبس، برضو نشوف واقعنا الفعلي كسودانيين أمام البحث العلمي، ودي طبعا ممكن إحنا نعرفها بكل سهولة من المواقع بتاعت الإسكوبس دي. يعني الواحد لو خش الموقع بتاع إسكوبس أضافوا تولز جديدة اسمها الأناليسيس، فأنت أول ما تخش على الأناليسيس وتكتب مثلا موضوع معين ممكن يجيب لك أكتر ناس مثلا هم مهتمين بالطبق ده، أو أكتر أفليشن مهتم بالجزئية دي، أو أكتر دولة مهتمة بالحاجة دي. يعني ففي واحد من الزملاء الآن كان ذكر القصة تحت الأفليشن والمشاكل الحاصلة دي. موضوع الأفليشن ده موضوع مهم جدا جدا، هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن إحنا يطلعنا أو الناس تعرف الجهد البحثي بتاع السودانيين من خلال الأفليشن. أنا كان عندي مثلا تداخلات في بعض الطوبكس أثناء الدكتورة، فبحاول كنت أنشر في موضوع معين، فبعد فترة من الزمن لما خشيت على الأناليسيز وإضافة التولز دي لقيت إنه مثلا اسم السودان، لأنه كنت منشر باسم جامعتين، الجامعة اللي أنا كنت شغال فيها دكتورة والجامعة جامعة أفريقيا العالمية اللي هي أنا كانت موجودة وهي بكتب كلمة السودان يعني، فلقيت إنه السودان ظهر في الإسكوبس من في التوبكس ده بالذات، فعرفت إنه الحاجة دي مهمة جدا جدا إحنا لنا كسودانيين كباحثين، إنه مفترض إحنا دائما وأبدا نحاول نضع الأفليشن بتاع السودان مهما كان يعني. بس طبعا بتواجهنا المشكلة اللي هي قصة إنه في ناس ما بينتموا لجهات معينة، أو كانوا بينتموا لجهات وتم فصلهم، أو مثلا تم استغاله من المكان اللي كانوا شغالين عليه. يعني أنا بعرف واحد من الدكاترة هو موجود في المملكة العربية السعودية، كان شغال في جامعة الملك سعود، ويعني خلى الشغل معاهم، فكان يعني متعاون معه في بعض الأبحاث، فبيقول لي يا دكتور الآن أنا أبغى أبحث أو أنا محتاج أنا أنشر، لكن أنا ما عندي أفليشن أنشر بها في اسم جامعة، أنا الجامعة الآن دي خليتها يعني أنشر بها وين في السودان، أنا ما تابع لي لحتة. فزي ديل يعني إحنا محتاجين نحتويهم، يكون مثلا عندهم منصة معينة أو يكون عندهم أفليشن معين يقدروا ينشروا به، ولازم يذكر أهم حاجة اسم السودان في البحث العلمي. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، مفترض نبحث عن مراكز الأبحاث العالمية، المراكز بتاع جمع البيانات اللي هي المصدر الرئيسي للأبحاث بصورة عامة. عارفين إنه الأبحاث بصورة عامة تبدأ من الحاجة اللي اسمها Related Work والLiterature Review، فمفترض إحنا نشوف يكون طريقة التعاون البحثي ممكن تكون بين المراكز العالمية وجمع البيانات. قبل شوية كان في واحد من الدكاترة دكتور عبد الله تقريبا الخطيب ده، يعني لو الواحد مثلا يتواصل معه أو طبيعة الدكاترة المهمة شغالين في مراكز أبحاث زي كده ممكن يوفروا لنا جهد كبير جدا، إنه يوفروا لنا مثلا بيئة خصبة أو environment إحنا نقدر نركز عليها، إنه نستفيد من الداتا الموجودة اللي بيجمعوها، مثلا لو في فند مزارة بتاعت فند، أي ريسورسز ممكن يوفرها لنا ممكن تفيد. في حاجة تانية، أنا الآن قدامي تقرير أو معايا خطاب، الخطاب ده جاي معنون من عمادة البحث العلمي اللي هم في جامعة في اسمها جامعة طوكيو مرسلة عدد من الأبحاث 33 بحث مثلا مقدمة في عدد من المجالات كالطب والهندسة والعلوم والطاقة والاتصالات وغيرها، مرسلاه لكلية معينة، هي الكلية عممته لأعضاء هيئة التدريس بغرض إنه الكلية تستفيد من عقد شراكات بحثية. فالحاجة دي اللي إحنا ما نشتغل بها إحنا كمان نفس الكيس، يعني إحنا مثلا الجامعات تشوف الطوبكس أو الأبحاث الممكن يكون فيها اهتمام وتنمي لنا البحث العلمي في السودان وتطور لنا بلدنا كمان. يعني بعدها إحنا ممكن نرسل للجامعات ونشوف نعقد شراكات مع الجامعات الثانية دي. يعني بقترح أيضا تكوين لجان بحثية، اللجان البحثية دي تكون لجان تقنية أولا، يعني لازم تكون هي ملمة بالسوفتويرز والأشياء الممكن يستفيد منها الباحث، ولجان أدبية ولجان بحثية أدبية، بحيث إنه مثلا نستفيد من القصة تحت
الايديتنج والبروف ريدنجز والناس اللي عندهم اكسبيرينس في عمليه الرايتنجز والتصليح للكتابه البحث العلمي في اشكاله المختلفه، اذا كانت articles، إذا كانت literature review مثلاً أو كانت survey paper أو أي طبيعة من طبيعة الأوراق العلمية. أيضاً بقترح إنه يتم تقسيم الباحثين حسب المجموعات البحث لمجموعات بحثية حسب التخصصات الموجودة، ونشرك معهم بعض الخبراء الموجودين من الخبراء السودانيين الموجودين في الجامعات المختلفة، ونحاول على الأقل يكون في إشراف بحثي حسب التخصص الموجود. ايضا نبحث عن حاجه اسمها الهايلي سايتد. الهايلي سايتد طبعا الان الناس يعني بتحاول اغلبيه الجامعات تبحث عن البيبرز اللي هم هايلي سايتد، وفي كميه كبيره جدا من السودانيين هم هايلي سايتد. احنا ممكن نتواصل معهم ونحاول نثري المحتوى البحثي والنشر العلمي ونستفيد منهم، لانهم هم دائما لما يشتركوا معنا في الابحاث واللي هي حتنشر باسم تنشر باسم مثلا السودان وكده، اكيد حيثري لنا الموضوع ده بصوره كبيره جدا جدا. نبحث عن عمليه بتاع الدعم للابحاث او فاندنج ممول للابحاث الممكن يتم طرحها او اقتراحها من الطلاب بتاعنا، خاصه طلاب الماجستير طلاب الدكتوراه وغيرها. يكون في ورش بحثيه وعلميه بتطور لنا فكره البحث العلمي والنشر العلمي. مثلا أنا 200 أنشر 200 أنا أقيم البحث بتاعي عشان أنشره في سكوبس أو ISI أو مثلا طبيعة المجلات اللي ممكن تكون open access، المجلات اللي ممكن تكون subscribe، المجلات اللي ممكن إحنا نستفيد منها بتنشر، كيف مثلا الباحثين دي يكونوا reviewers يكونوا editors الأشياء دي يعني. وآخر حاجة برضو يعني ما نجهل اللغة العربية، نحاول قدر الإمكان نعمل سبورت لبعض الابحاث انها تكون متوفر باللغه العربيه، لانه اغلبيه الابحاث تكون موجوده باللغه الانجليزيه حتى ولو كانت باللغه الانجليزيه، لكن تعمل سبورت لبعض التوبكس او البروبلمز اللي بتحل لنا مشاكل موجوده في اللغه العربيه. اخر حاجه انا دكتور احمد حمزه جاهز انه اقدم اي خدمه بحثيه لكل شاب او شابه سودانيه موجودين، بحط لكم الإيميل بتاعي، وأي خدمة أنا جاهز يعني لورشة عمل، لأي معلومة أنا ممكن أفيد بها الآخرين أو غيره يعني. جزاكم الله خير وألف شكر لكم. السلام عليكم. جزاك الله خير يا دكتور أحمد، فشكرا لك وشكرا لكل الناس المبادر. يعني صراحة السودانيين دائما زي ما بقول أهل الطيب وأهل الحماس، وبجد شكرا لكم. لكن يا جماعة ما يكون يعني الحماس بتاعنا لازم يكون مستمر يعني. صراحة أنا رسلت للسبيان ده عشان أعمل كوليكشن لكل الإيميلات، أقدر أعمل كاتش ليها عشان أقدر أفيدكم بالسبيانات بالفعاليات بتاعتنا في الباحثين السودانيين، ونقدر نتواصل مع بعض بشكل فعال وحقيقي. يعني ما يكون الآن بس في اللايف نقول كلنا هنعمل وهنعمل وما نقدر نعمل كوليكشن مع بعض عشان نقدر نستفيد من بعض. أنا إن شاء الله كلكم يعني أنا بحاول أعمل لكم أول ما يجهز للسبيان إن شاء الله الأسبوع القادم، نتوقع دكتور سلمى هيعمل لانش للتقرير بتاعنا، وحيتم دعوتكم برضو كلكم، حرسل لكم وحندعوكم للانضمام للفريق العمل، يعني تكون كلكم قاعدين جوا الفريق عشان تشوفوا تعدوا معانا التقرير القادم إن شاء الله. التقرير ده بصراحة بدأ من 2020، بدأ من بدري جدا نسبة للظروف كبيرة جدا كلكم عارفين ما يحدث في السودان. وغير كده يعني احنا بصراحة اللجان ذكرت الدكتور أحمد، أنا بس عايز أذكر نقطة واحدة، احنا يا جماعة جروبات أو مبادرات، التقارير والحاجات كلها بيعملها مبادرات في اللجان واللجان فنية واللجان فالعمل ده دائما في المبادرات ما بيقدر يؤتي أكله يعني قدرة فعالة، فهو محتاج تنظيم لكن مختلف تماما من التنظيم بتاع المؤسسة الكبير جدا. في تنظيمات المبادرة بتكون مرينة يعني زي أجايل ميثودولوجي، في تنظيمات بيساعد المبادرة أن تنجح بشكل مرين وسريع جدا ورشيق. لكن معاك يا بروف يا دكتور احنا محتاجين لكل الآليات. أنا بس بتمنى الناس تساعدنا في ملل السبيان، أنه اليوم أنا حسا أنت من 30 من أصل 59 شخص أو من أصل 60 شخص الآن بارتسبنت عندنا ملل السبيان، أرجو الجميع يعني ملل السبيان. فإحنا طبعا أنا قاعد في السودان ودكتور سلمى في ألمانيا، أنا عاوز أقول بس حي في السودان، إحنا في الفترة الأخيرة في السودان صراحة الوضع الاقتصادي صعب جدا 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 بمعنى كلمة جدا. يعني أنا مرتبي في الجامعة، أنا أستاذ جامعي، مرتبي لا يتجاوز $30 في الشهر، يعني ده في كل حاجتي الأساسية وفي كل الحاجات. وغير كده الوضع الآخر يعني
فكده فكل الأساتذة الجامعيين في السودان اتجهوا أنه العمل الجامعي العمل الأكاديمي أصبح بس يعني بيهتموا يعني الرسالة الجامعية أو الأستاذ الجامعي أصبح يؤدي وظيفة ما بيؤدي رسالة، يعني البحث العلمي والأخلاقيات والسعي لا أصبحت هي وظيفة، يعني جزء درس أكثر من الجامعة بيشتغل فيها، فبيكون قاعد بيكون فبكون شغال بأكثر من 4 جامعات 5 جامعات. فعشان كده احنا دارين نعمل التعاون من الأساتذة داخل السودان وخارج السودان عشان نقدر نشيل العبء مع بعض، يكون في مرونة. التقرير زي ما ذكرت دكتور سلمى وانا اعيد واكرر ودكتور انور، احنا هدفنا الاساسي نبدا نحط البدايه زي ما نحط الكوره في الواطه، وانتم ونحن سوا نشكل الفريق الشكل الرساله النسخه الثانيه من التقرير. يعني التقرير ده ما نهايته، دي بدايه للتقرير، هتكون تقريرات دوريه ان شاء الله. ورساله اخيره حقول للدكتور احمد ولجميع الناس معانا وجميع الناس في اللايف، انه في الباحثين السودانيين احنا في مؤسسه الباحثين السودانيين اي شخص يعني لا ينتمي لجامعه في السودان، احنا سوداني ريسيرش فاونديشن مؤسسه مسجله ومؤسسه معتمده، ممكن احنا نقدر نساعدك في عمليه الببلش باسم جهه سودانيه، لانه باحثين السودانيين مؤسسه الباحثين السودانيين سوداني ريسيرش فاونديشن. فاحنا عندنا اليه بتاعه التعاون ان شاء الله لجميع الناس اللي عاوزين يساعدونا، حتى الناس اللي عاوزين يعني يعملوا دورات تدريبيه او عندهم مبادرات، احنا منصه للجميع، احنا منصه ما رأسيه، منصه افقيه، يعني ما عندنا ليدر، عندنا بالعكس حتى احنا قاعدين في الاشراف فقط بنقوم بعمليه تنسيق واداره، ما عمليه بتاعه يعني بتعرق للعمل، لا بالعكس عمليه احنا بس افقيا عشان نقدر نعمل تنسيق بجميع المبادرات، اكثر من 42 بروجكت الان شغال عشان نقدر ننسق بيناتهم، اي واحد فينا عنده دور. فشكرا لك، وحندي كلمه لقائده الفريق المبادره دكتوره سلمى، تفضلي. حقيقة ما خليت لي حاجة أضيفة يا باشمهندس، بس حابة أشكر في النهاية الحضور جميعا، وبشكر حقيقي الفريق العمل لتقرير النسخة الأولى واقع البحث العلمي لحد سنة 2020، وإن شاء الله كل الحضور وكل المبادرين معنا إنه ينضموا لنا في النسخة القادمة، وأتمنى إنكم ما تنسوا موعدنا إن شاء الله الأسبوع الجاي للإطلاق النسخة، وتطلعوا عليها وتحفظوها عندكم كدوكمنت، وإن شاء الله نتواصل مع بعض في التقارير الأخرى وفي المبادرات الأخرى للباحثين السودانيين. شكرا يا أحمد، وشكرا لكل الحضور. جزاك الله خير، يلا في أمان الله، إحنا نكتب اللايف وإن شاء الله يعني تابع معانا في الاستباحة، أرسلك الإيميلات، جزاك الله خير إن شاء الله. نشكر كل الحضور على الملاحظات وعلى المداخلات، إن شاء الله تؤخذ بعين الاعتبار، ومزيدا من العمل التعاوني التشاركي من أجل البحث العلمي.